أعزائي مشاهدي سيسات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. الحقيقة النهاردة مختارين موضوع ممكن إنه يصلح مصر من الجذور. لا شك إنه عام 2019 حتى القيادة السياسية أطلقت عليه عام تعليم، عام تطوير التعليم، عام ثورة التعليم، عام إن مقتنعين تماما إن التعليم اللي بيحطوا الدستور المصري عملوا حسابهم في ان التعليم ناقص موارد، فعملوا من المنتج العام يعني كله من 3 ل 4% للتعليم بس، وده برضو ارقام تترجم الى مليارات. عايز اقول ان اي مسؤول في مصر من اول رئيس الدوله لوزير التربيه والتعليم لمدرس، طبعا لوكلاء الوزارة المحترمين، لمديرين الإدارات التعليمية، لكل ما هو مسؤول عن كلمة تعليم في مصر، لما يرى الأرقام دي حاجة من الاتنين، إما إنه يواجه هذه المشكلة بالأرقام الحقيقية ويبتدي يحط استراتيجية للحل، وإما إنه يعمل زي ما عملوا قبله، يلا نعمل أي حاجة بروباجندات وإعلاميات وخلاص، ومفيش لا تطوير ولا غيره ولا يعني قيد أنملة في تطوير التعليم في مصر. لا، تطوير التعليم في مصر هيبدأ. هو يمكن الأرقام اللي أنا أقولها لكم دي هتخض جامد يعني هنبدأ الأول كده كل صباح من أول حضانة ابتدائي إعدادي ثانوي، في من 23 ل 24 مليون طالب بيتحركوا في مصر جميع أنحاء مصر عشان يروحوا المدارس صباحا. دولة بتتحرك، تعليم بس لوحده 24، من 23 ل 24 مليون طالب. ده فيه في المرحلة الأساسية اللي هي من ابتدائي لثانوي. ما جبتش أنا مرحلة التعليم خالص العالي لسه، ما يعني حط لهم كمان كم مليون كده، بس خلينا احنا نتكلم في الأساسي ده. الأساسي ده هو التعليم، الأساسي ده هو تطوير المجتمع، هو تطوير الدولة، هو نهضة مصر. عشان كده هو شعار 2019 هو تطوير التعليم. حصل حاجات كتيرة، حصل حاجات كتيرة. اتطور، ما اقدرش اقول بالقدر الكافي كتطوير، لكن في اجراءات اتخذت على اساس ان التعليم في مصر بقى مشكلة لابد من واجهتها، ابتدت الحكومة والقيادة السياسية تواجه. في معوقات لده طبعا كتيرة جدا، منها العدد، منها العدد. يعني زي ما قلت لحضراتكم كده ان من 23 ل 24 مليون طالب من اول حضانة وابتدائي واعدادي وثانوي بيتحركوا، جمهورية بتتحرك. التعليم على مستوى مصر يعني كده بيسموها يعني السكول تايم الصبح والسكول تايم بعد الظهر الخروج، ده بتلاقي الشوارع والدنيا كلها زحمة. فالعدد يخض. طب العدد ده مرصود له كم مدرس؟ اللي موجودين حاليا في وزارة التربية والتعليم بيقدروا بواحد و18 من 100 مليون، يعني تقريبا ألف و... يا مليون ومتين ألف مدرس، مليون ومتين ألف مدرس بكافة المراحل الدراسية بكافة المنشآت التعليمية موجودين ومتواجدين كل صباح علشان يعلموا او ينهضوا بال 24 مليون اللي بيروحوا لهم كل يوم. انتوا متخيلين العدد؟ العدد يخض. مش يخض الوزير، ده يخض رئيس الدوله كمان. لا بس لازم من مواجهته. يعني العدد ده انا اوديه فين؟ العدد ده موجود. هل الدوله عملت استراتيجيه لاستيعاب الاعداد دي والاعداد الجديده اللي بتيجي بالنسبه للانفجار السكاني اللي بتعيشه مصر بعد فترة السبعينات وتخطينا من يعني 30 مليون بقينا 100؟ يعني في بداية السبعينات كنا 30 35 مليون، دلوقتي بقينا 100 100 وشوية. ان احنا بنتضاعف، ارقام بتتضاعف بطريقة رهيبة. حاليا بنزيد 2 مليون وشوية كل سنة، فاحنا محتاجين مدارس ومدرسين واستراتيجية من وزارة التربية والتعليم لاستيعاب 2 مليون كل سنة جداد على مستوى مصر.
دي أول عائق في تطوير التعليم. تاني عائق هو المدرس الكفء. ازاي هجيب مدرس كفء وهو بادئ يعني زيه زي طبعا باقي المؤسسات؟ ما هو هيبدأ بالحد الأدنى للأجور أو يعني بأكتر شوية اللي هو مع الغلاء ما تنفعش. ومع إنك أنت عايز تلغي كمان الدروس الخصوصية أو السناتر اللي بيقولوها، وإنك عايز المدارس الحكومية تنتظم، وعايز المدارس التجريبية تبقى في أعلى معدلاتها، وعايز المدارس الخاصة تجيب الهدف اللي منشأة منه، وخصوصا المدارس اليابانية والألمانية والإيطالية والأمريكية الآن على أرض مصر. إذن الموضوع لابد أن يكون مدروس من كل الإمكانيات، من كل الأطراف، من كل المؤسسات، بس بخاصة طبعا هتبقى رئاسة الوزراء متمثلة في وزارة التربية والتعليم، وأيضا القيادة السياسية تبقى مطلعة على ما هو المطلوب دائما باستراتيجية واضحة علشان تتلقى هذه الأعداد. فمشكلة الأعداد ابتدت تواجه. رئاسة الجمهورية عرفت بالأعداد وحطتها على الصفحة بتاعت الهيئة العامة للاستعلامات، يبقى عرفت يعني الدولة بتحطها على الصفحة الأولى ليها اللي هي الهيئة العامة للاستعلامات، بتحط الأرقام ومش خايفة منها وبتواجهها. طب ايه المشكلة اللي ممكن تواجه هذه الأرقام؟ كتير. استراتيجية استقبال 2 مليون كل سنة، لأن أنا ما عنديش حاجة تنظم النسل أو تحد منه أو تقلل، إحنا في ازدياد مضطرب. في تنظيم أسرة في مصر؟ في، بس تأثيره إيه؟ تأثيره إحنا وصلنا لـ2 مليون، هنوصل لـ2 ونص وبعد كده 3، وبعد كده نبقى ربع مساحة الصين بعدد الصين مثلا أو بعدد الهند، مش عارف. يبقى لازم التصدي عشان نخلي التعليم واستراتيجية التعليم تبقى أنا على قد إمكانيات الدولة وعلى قد الناتج العام اللي هو 3 ولا 4% حسب الدستور ما بيقول، أعمل إيه؟ لازم تنظيم الناس. ما ينفعش إن أنا راجل على قدي أو حتى مقتدر وأجيب عدد هائل من الأولاد أو من البنات، أو يبقى كمية الأسرة الواحدة اللي هي أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل زي ما اتعلمنا كده، ألاقي الأسرة دي عددها 20 أو 25 واحد، واحد وزوجتين أو 3 أزواج، وكل زوجة جايبة 4 عيال، يعني دخلنا في 20، الأسرة مكونة من 20. معقولة؟ في الأرياف كده. طب إيه الإعلام اللي ممكن تنتهجه الدولة؟ لا، ده عايز دراسات. ده أنا لو قلت الحل كده يعني يا سلام، ده يبقى معايا العصا السحريه. لا، ده عايز دراسه للمجتمع. هو مش ليه مش مؤمن بتنظيم الناس؟ ليه؟ ايه اللي منعه انه يخش ده؟ هل في عائق؟ في طبعا في. ايه هو العائق ده؟ العائق الاول في مصر يا ساده هو الثقافه القديمه او الثقافه التي منتجة حديثا ورجوع الى الماضي. السيارة ترجع إلى الخلف. مشكلة إنك تستدعي قيم من العصور الوسطى أو أقل بعديها بشوية، وقت ما كانش فيه أفراد، وقت ما كانش فيه احتياجات إن يبقى العدد قليل، لا ده إحنا عايزين عدد أكتر، وقت ما كانش فيه تقدم في إن إحنا نقضي على الأمراض، فاللي كان بيخلف 4 5 كان بيفضل له 2 بالعافية أيام زمان، دلوقتي لا، مفيش. نسبة الشفاء للأطفال تكاد تكون 100%، وفي مصر أيضا التطور الطبي والتقدم الطبي المذهل على مستوى العالم خلى موضوع الأوبئة ومقاومة الأوبئة وحتى الفيروسات، يعني في مصر بيتضرب بيها المثل في مقاومة فيروس سي، وده يعني بالملايين في مصر، وقدرت بقلة الإمكانيات ده بس بتوجه من الرئاسة خاص إنها تحارب هذا المرض وتنتصر عليه بالتقدم العلمي الطبي والاستفادة منه من الخارج ومواجهة الأعداد. مواجهة الأعداد اللي بدأت بالفعل من القيادة السياسية إنها تواجه أعداد التعليم، لكن في سلبيات طبعا طبعا.
لان يعني مش كل الناس اللي موجودين في مصر يعني واضحين وشفافين 100%. في سناتر، في سناتر، في دروس خصوصية، ما زال في دروس خصوصية، ما زال في استغلال اولياء الامور في انه يدفع الطالب انه هو ياخد دروس خصوصية، ما زال، ما زال ان في تسريب من التعليم من الاعداد دي في الارياف والعزب، ما زال، بحجة انه عايز يعني اذا كان طفل سنه 12 سنة عايزه يشتغل عشان يجيب فلوس، لان ضيق ذات اليد فعمالة الأطفال بتخليه يسرب من التعليم، أو يبقى يروح يوم وثلاثة لأ والمدرسين يفشلوا فيه ويقول لك خلاص ده اترفد، لكن هو مسرب. إيه الاستراتيجية بتاعت الدولة أو الوزارة في مواجهة الأعداد المتسربين؟ ودول كتير. لما تكون بتستقبل 2 مليون كل سنة، فلو تسرب 100 ولا 100 ولا 200 ألف، دول نسبة كبيرة مش صغيرة، بس ده بيتسرب أكتر من كده، اكتر من كده بيتسربوا من التعليم. العلاوة على ان كمان تحديد المستوى اذا كان بامتياز او جيد جدا او جيد او ضعيف او مقبول. فالموضوع كله بيشمل ان تطوير التعليم لابد من مواجهة، والمواجهة هنا بتتطلب يعني يكون المسؤول شديد في انه يواجه، يعني ما تبقاش العملية يعني القيادة السياسية بتواجه، إذا المسؤولية في الوزارة إنها تواجه من رئاسة الوزراء، وبتكلف وزير التربية والتعليم فبيواجه. في حوارنا مع الدكتور طارق شوقي واجه فعلا، واجه حتى البيروقراطية اللي موجودة في الوزارة، واجه كمان مديريات الإدارة التعليمية في تطوير جزئية معينة في الثانوي العام، لكن هو حاطط خطة شاملة للتعليم ككل، وراح واتفق كمان مع المؤسسة الدينية على إن إحنا هنعمل إيه في وزارة التربية والتعليم. عموما يعني هناخد مواجهة المسؤولين دي. احنا معانا على التليفون دكتور جمال بيومي، ده كان مساعدين وزير الخارجية. انا عارف ان يمكن موضوع التعليم ده يبقى خارج النطاق الخارجية، ولكن المسؤول يواجه الاعداد دي ازاي؟ مساء الخير يا دكتور الاول. مساء الخير، اهلا بيك. ربنا يخليك يا دكتور. لما يكون في مشكلة لاي مسؤول حكومي، بتبدأ من مدير عام، وكيل وزارة، وزير، في انه يواجه عدد معين مثلا زي الموضوع بتاعنا النهاردة وهو التعليم، يعني عندنا 24 مليون طالب يتحركوا من حضانة لثانوي كل يوم على مستوى مصر، وده رقم يخض وزير ويخض وكيل وزارة ويخض مدير عام ويخض مدرسين، كتلة خرسانية بنتحرك بيها ومطلوب تطوير. حضرتك شايف مواجهة المسؤول للعدد بتبقى ازاي؟ يعني بحكم خبرتك عموما في حل المشاكل طبعا الخارجية، يعني الدبلوماسية المصرية برضو يعني في حل المشاكل باع طويل جدا وتاريخ يشرف يعني. اتفضل يا دكتور. لا يعني انا قريبا جدا من سنوات قليلة طرقت موضوع التعليم، وانا كنت برأس مشروع ممول لتحسين ودعم قدرات أجهزة ومؤسسات الحكومة المصرية. تمام. فمن ضمن الموضوعات اللي طرقناها واديناها تمويل كويس موضوع جودة التعليم. ووقتها نشأت الهيئة العليا للاعتماد وجودة التعليم، وما زالت قائمة بالتعاون مع فنلندا اللي هي أكثر دولة في العالم يقال أنها لديها تعليم متقدم. تمام. أنا بشكو إليك أن الذاكرة الحكومية شوية ضعيفة، بتنسى أن في مشروع قائم دلوقتي سمعنا هنجيب سنغافوره وهنجيب اليابان والى اخره. تمام. انما لدينا مشروع قائم من قويه. تمام. في تلك الفتره كنا بنتكلم عن ان كلنا بنشتكي برضو من ضعف التعليم بصفه عامه. الخبراء درسوه، ودول خبراء مصريين واجانب، اكتشفنا ان التعليم المصري جودته بتطلع 15-20% على مستوى عالمي. بدليل احمد زويل، بدليل محمد البرادعي، بدليل ناس بتاخد جايزه نوبل، بدليل عندك 11 مليون مصري يعيشون في الخارج وينافسون، ولو كانوا اقل في الجوده من غيرهم ما كانوش استمروا. يبقى اذا التعليم في مصر بيطلع منتج لا باس به، لكن مطلوب مضاعفه المنتج الجيد. تجربتي الثانيه في مخرجات التعليم في امتحان وزاره الخارجيه وامتحان التمثيل التجاري، بيتقدم لنا للخارجيه 1200 واحد وانت عاوز 30، فبينجح 200 ما شاء الله، يصعب عليك لو ما تاخدهمش كلهم بس الاماكن اللي فاضيه 30. تمام.
اخر تجربه لي ايام الوزير منير فخري عبد النور دعاني ان اكون معاه في لجنه امتحان التمثيل التجاري، والمطلوب 19 ممثل تجاري، المتقدمين كانوا 700 صفيناهم على 50 وبنلاقي من ال 50 19. الوزير ودي تجربه كانت جديده بالنسبه له ومش جديده بالنسبه لي، قال الله اسيب مين من الاولاد دول، ده كلهم ممتازين ال 50 حقيقه مستوى رفيع. فانا وقتها النصيحه اللي قلتها للوزير من فضلك كبر العدد، فكبروا بدل 19 خدنا 26 لان المستوى كان ملفت للنظر جدا. ده تعليقي العام على مستوى التعليم في مصر. تمام، نيجي للمشكله. حضرتك بتتكلم في 24 مليون ربع الشعب المصري تقريبا، طلاب التوجيهيه قد دوله قطر او اكبر من دوله قطر بكثير يعني. بكثير. عندك سنويا 2.6 مليون مولود، دول عاوزين 2.6 مليون كرسي فصل وفصل ومدرسه، يعني بدنا نبني مثلا الاف المدارس سنويا عشان الكثافه في الفصول بقت شيء يفوق الحد. انا يعني جيلي انا اتعلمنا في فصل لا يزيد عن 25 30 طالب. تمام. لما خدت ولادي ورحنا المانيا، المانيا بتقفل المدارس لان ما فيش اطفال، بالعكس احيانا المدرسه ما فيش اطفال كفايه فبيقفلوا المدرسه. بيدمجوهم مع بعض يعني، منطقتين بيدمجوا في مدرسه واحده. لازم نعترف بهذا. تمام. لازم نعترف ان لدينا مشكله سكانيه، هي دي الاساس. ونبتدي نحرك ونحسن ويا رب نتحسن كل سنه 10 15% الى ان نصل الى ده. تمام. الحاجه اللي عملها الوزير الجديد مساله النقله النوعيه اللي عملها في انه يغير لوح الاردواج اللي كنا نكتب عليه بالطباشير الى التابلت، دي قفزه خطيره. انا شخصيا كراجل كبير لا تتصور حياتي نفسها انقلبت ازاي لما اتعلمت الكمبيوتر. تمام. والمناسبة أكثر اللي علمونا الكمبيوتر هم أولادنا الأصغر مننا. تمام. فده بينقلك نقلة موضوعية في البحث، توفير المعلومة، طبع الكتاب ما أنتش محتاج كتاب ورقي. فدي نقلة كبيرة جدا. أنا شايف إن في مقاومة، والعرب قالوا قديما الإنسان عدو ما يجهل. إحنا مش فاهمين يعني إيه التابلت وشايفين إن بعض الولاد بيشتكوا منه، فنبتدي نهاجم المشروع أو نهاجم الوزير. أنا رأيي أن نصمت، أن نوفر التمويل اللازم للتوسع في التعليم، لإيجاد فصول بالقدر الكافي. المدرس لازم نبتدي نبص، لأن التعليم عبارة عن مدرسة ومدرس وتلميذ. تمام. نيجي لمرحلة الوسط اللي هو المدرس. واضح المدرس عنده مشكلة إنه بيشجع الأولاد ما يروحوش المدرسة وفاتح فصل في بيته الدروس الخصوصية. أنا في جيلي كان التلميذ الخيبان نقول ده بياخد درس خصوصي. تمام. ودي كده صب في جبين التلميذ والمدرس. انقلب الوضع. كل دي اشياء اجتماعيه ينبغي ان احنا نواجهها، ان احنا نكون لدينا الشجاعه ان نعترف لو في خطا نواجهه، لو في اشياء جيده نبني عليها، لان انا شايف ان احنا فعلا بننتج خريجين كم لا باس به منهم بيشغلوا اماكن كويسه ويستطيعوا ان هم يكونوا عند حسن الظن وحسن ايه؟ التنافس في اي مكان في العالم. تمام. يعني هو يعني انا ضربت مثل بوجود العماله، يعني العماله في الهند مدربه بلغه انجليزيه محصنه حلوه يعني بالاكسن بتاعهم، لكن واخده خدمات مثلا خدمات الكريدت والبنوك والحاجات دي كلها، بدل ما بيشغل الامريكي هنا ب 12 و13 و15 دولار في الساعه، فهو بياخد شركات من الهند عن طريق الاتصالات، ده مثل يعني يا دكتور، بيبقى باتنين بثلاثة دولار في الساعة. فاحنا لو احنا داخلين منافسين، فين العمالة المصرية اللي عندنا لا ممكن تواجه ده في الكوميونيكيشن مثلا يعني؟ لكن ده لازم يتعمل حسابه برضو يعني، مع تطور التعليم وتطور معرفتنا للسوق العالمية هي محتاجة ايه، فحاجة زي كده احنا نخش منافسين برضو، يبقى لازم تعليم اللغة كما ينبغي. بالنسبة للغة الإنجليزية في مصر يا دكتور، يعني عايز بس دي النقطة دي، يعني احنا بنعتمد على مشرفين من مصر في تعليم اللغة الإنجليزية، فين الخصوصية؟ يعني لازم أجيب ناس من إنجلترا أو من أمريكا تبقى مشرفة عن اللغة نفسها على الأقل إشراف، وتنتج لي مدرس بجودة عالية يعرف يخرج الطلبة دول، يعرفوا يعملوا كوميونيكيشن بالإنجليش مثلا،
يعني حضرتك دي نقطة مثلا، وعلى هذا قيس بقى في باقي الحاجات التانية، في الحاجات الصناعية والحاجات التانية. طبعا أنا هقول لك خبر كويس، اتفضل يا فندم. هقول لك خبر كويس. اتفضل يا فندم. قطاع الكوميونيكيشن او قطاع التكنولوجيا المعلوماتيه هو وقطاع الاسكان اكبر قطاعين بيشكلوا نسبه نمو عاليه في مصر. وانا اذكر ان الدكتور احمد لطيف لما كان لسه وزير اتصالات كان باقي حكايه القريه الذكيه وان احنا بدينا نصدر البرمجيات. عندنا البرمجيات محتاجه يد عامله متعلمه كويس وتعمل البرامج بتاعه الكمبيوتر. احنا بنصدر برامج كمبيوتر بمليارات دلوقتي، فده يوضح لك ان احنا مش اقل ابدا من غيرنا ونستطيع ان ننافس. وايضا المصريين منافسين كافراد في موضوع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات. نوسع ده بقى، فكده بقول عندي تجارب مضيئه جيده ابني عليها واستطيع التوسع. مشكلتي حاجتين، الاسكان السكان قصدي والزياده المرعبه في المواليد والتمويل. بيجي يرد عليك حد يقول لك طب ايش معنى الصين وايش معنى الهند؟ مستوى المعيشه في الصين والهند انا ما ارضاش اعيش فيه بالمناسبه، يعني لان كثره سكانيه مخليه 10% من البلد عايشين عيشه طيبه والباقي مش لاقيين فرصتهم. ده مش عاوز يحصل في مصر. وليه اضرب المثال بالصين؟ ليه ما اكونش زي هولندا ولا اكون زي المانيا؟ ليه حكايه ان المواليد يعتبر ان الكثره العدديه هي القوة؟ القوة في العقليات. ويا رب ان احنا يعني نعيد برامج محاولة، يعني مش منع الناس وانما تحديد الامور. اتنين كفاية على رأي البرنامج اللي بيتقال، يعني بحيث يبقى عندي في مدى 10-20 سنة جاية الضغط الشديد على الابنية التعليمية وعلى المدرسين وعلى الوسائل التعليمية يخف قليلا، في نفس الوقت من الجانب الاخر امول وانشئ واتوسع في التعليم لكل من يريد. تمام. استاذ دكتور جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق سياده السفير، يعني عايز اقول حاجه بالنسبه للتسريب من التعليم. انا لو عندي 2 مليون وانا مش هقدر استقبلهم او هستقبل 1.5 مليون هيبقى في نص مليون مسرب من الاساس، غير ان كمان الاحتياج الشخصي للاسر نفسها كضيق ذات اليد، فبيخرج ناس اللي بيدخل من ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي من اولى اعدادي من ثانيه اعدادي، وده تسريب من التعليم الاساسي. الاستراتيجيه بتاعت الدوله في مواجهه هذا التسريب حضرتك يعني اقترحها. انا عارف ان في تسريب، ما حدش يقدر ينكر ده، لكن الاستراتيجيه ايه اللي ممكن ننصح بان ما يبقاش في تسريب؟ تيجي ازاي يعني؟ عايز النص مليون اللي بيتسرب ده يتعلم. رغم ان انا راجل انتمي، رغم ان انا انتمي للبحث العلمي عموما، انما ما بحبش حتى استعمل كلمه استراتيجيه، دي كلمه كبيره قوي. يا سيدي انا عايز حضرتك تجرب تروح دمياط. وانا بقول الكلام ده لانني دمياطي واعتز بهذا. فين حل نسبه التعليم في دمياط 100%؟ ونسبه التوظف 103%. تمام. انا سالت استاذنا رأفت رضوان ليه دمياطهم كلهم متعلمين؟ قال لي السبب الصناعه، وان العماله اللي هي بتشتغل في النجاره لازم يمسك متر ويقيس ويضرب ويعمل، فاضطر انه يتعلم. فبتخلق البيئه اللي هي داعيه للتعليم مش طارده للتعليم. تمام. واحنا طلبه صغيرين كان في طبعا فئات فقيره ما تقدرش تدفع ال 360 قرش اللي هي مصاريف المدرسه. فكان يغروهم ببعض المجانيه، يغروهم بان كنا بناكل وجبتين اثناء الدراسه، كل ده عناصر جاذبه. انا كنت في مدرسه بناخد وجبه الصبح وجبه قبل ما نروح، وجبه فيها فراخ وفيها لحمه وفيها سمك، ده طبعا مكلف جدا. عندنا مشروعات في كثير من الدول والبنك الدولي ساعدنا مرات. يجب نتوسع ايضا في وسائل جذب الاولاد ان يخشوا المدارس. انا شفت اولاد كان بيحوشوا الاكل بتاعهم عشان ياخدوا جزء منه للبيت. وسائل الجذب كثيره. ونشوف بقول يعني الرئيس عبد الناصر مره راح دمياط وقال لي يا ريت كلنا نبقى دمايط. نروح نشوف واعتقد ان في نماذج زي دمياط زي خميم اللي هي بلد السجاد، والمنوفيه ما فيهاش ولا متسرب للتعليم اثرت فيها ولا المنوفيه يا فندم بل. يعني المنوفيه من المحافظات اللي التعليم فيها 100%. بالظبط كده بالظبط كده. فندرس هذا، مش عاوز لا عباقره ولا نجيب اليابان تقول لنا
لان يعني ندرس هذا تمام ونواجه الاعداد يا فندم. يعني انا حلقت النهارده على مواجهه الاعداد علشان نقدر نحدد المشكله فين والمرض فين ويبقى في روشته للعلاج الصحيح. تمام. في مشكله كمان تانيه كمان، اعداد المدرس برضو يا دكتور، اعداد المدرس يعني ما برضو انا عندي 1,200,000 بتحرك بكتله خرسانيه على كتافي ان انا لازم اطورهم. وهو المدرس ده من كل بيئات مصر، انا ما بقصدش ان انا اصنف مصر، لكن في الغني والفقير والمحتاج وغيره كله بيخش سلك التعليم، وفي اللي بيبقى يعني على قده في دخله، وفي اللي هو بيبقى السنتر بتاعه شغال كويس، يعني في حاجات كتيره قوي. لكن انا يهمني تطوير شخصيه المدرس بالنسبه للطالب نفسه. ايه الراي او ايه المقترح اللي ممكن نتعاون بيه ونقتنع بيه كشعب اولا ان المدرس ده حاجه كبيره، ده هو هيبقى سبب تطوير مصر. مظبوط. يعني نعمله ازاي؟ لان احنا اللي بنعمل المدرس نعمله ازاي؟ اتفضل يا فندم. هنا في حاجتين، انك تعلمه احسن، تشوف برامج تعليم المعلمين شغال ازاي، ونشوف ايه النواقص اللي فيها ونحفزه ونديله دعم معنوي ايضا، ومفيش مانع لو الدعم المالي لان التعليم ده حاجه مهمه. طبعا. الحاجه الثانيه تدريب المدرب. احنا عندنا تريننج اوف ذا ترينرز، عندنا برامج انا اشتركت فيها، ليه ما بنجيبش المعلمين وندخله في برامج تدريبيه؟ نروح بلد معينه المنصوره ولا اسكندريه ولا اللي يكون، وابتدي اعمل دورات تدريبيه، مركز لاعداد قاده التعليم، وده على فكره بيرفع المعنويات ومفيش مانع يكون فيه جزاء مادي، واطور من طريقته في اللي بيسموها الوسائل التعليميه. الوسائل التعليميه اتغيرت، ما عادش حد بيكتب على التخته السوداء، دلوقتي كله بيشتغل على التخته الالكترونيه. تمام. كل دي وسائل يطور بيها المعلم، يكون شكله احسن، ونحسن له اسلوب حياته، وندربه كيف يصبح معلما افضل. عمليه يطول شرحها وعاوزه وقت طبعا، لكن اذا يعني خلصت النيه، واعتقد ان النيه ان شاء الله خلصت، نقدر نبدا في تدريب المعلمين على تحسين مستوى الاداء التعليمي. تمام. في حاجة كمان عايز أقولها، مش بالنسبة لتعليم اللغة، هو يعني بعض الحاجات أنا قريتها على صفحة الهيئة العامة للاستعلامات، إن اللغة العربية بتخش عليها مصطلحات عالمية. طب هل اللغة العربية تنفع ساينتفك لانجوج؟ يعني هي طبعا أنا أعتز بلغة العربية، لغة الشعر ولغة الأدب واللغة اللي أنا اتعلمت بيها ولغة أجدادي، أنا معتز بيها جدا، لكن كلغة تصنف علمية، هل ده مش ده برضو نوع من أنواع المواراة أو نوع من أنواع معرفش عدم ذكر الحقيقه عن اللغه؟ اللغه العربيه ما يعرفوهاش في انجلترا، ما يعرفوهاش في امريكا، ما يعرفوهاش في فرنسا. يعني كويس ان حضرتك في الخارجيه ممكن تجيب على السؤال ده كويس. يعني اتفضل يا فندم. في كذا وجهه نظر هنا. وجهه نظر اللي هي الوطنيه المتشدده، وان عاوز كل حاجه تكون بلغتي، وبعدين حتى الفرنسيين والانجليز بيشتكوا ان في لغات دخلت عليهم، اللي هي الترمينولوجي او التعبيرات. تطوير اللغات طبعا في نسبه على لغاتهم، مش كده؟ طبعا في نسبه. وفي ناس بيطالبوا باننا ندرس الطب باللغه العربيه، مع ان انا شايف ان تدريس الطب باللغه الانجليزيه يخلي الطبيب مطلع على اللغه الانجليزيه ويبقى عنده مراجع. فهي وجهتين نظر. تمام. لكن اللي انا عاوز اشكو اليه منه بقى حاجه خطيره تهدد اللغه العربيه ذاتها، ان ما يعرف بمدارس اللغات في مصر الان بتدرس التاريخ والجغرافيا بالانجليزي والحساب والطب وكل ده بالانجليزي، وتدرس اللغه العربيه كلغه. فانا عندي احفاد خواجات، الولاد مش عارفين يتكلموا عربي لان حتى التاريخ درس لهم باللغه الانجليزيه، بينما جيل اولادي كان في حاله افضل، كانوا بيدرسوا معظم المواد باللغه العربيه، وفي مواد باللغه الانجليزيه اللي هي الطبيعه والكيمياء والحساب. يعني انا درست كل الكورس بالانجليزي وتبقى العربيه مجرد لغه، فالولاد بتضيع منهم اللغه العربيه. وهقول لك خبر مش كويس هنا بقى. انا عملت كنت عندي امتحان في احد المشروعات اللي كنت بديرها لحساب الحكومه، وعاوز اعين 6 مديرين. ف انا بشتغل بمنحه اوروبيه، فتقاريري بتطلع للاوروبيين بالانجليزي وتقاريري للحكومه المصريه بالعربي. فعانيت معاناه من الولاد، ما بيتكلموش عربي كويس، مش عايزين الناس تضحك علينا في العربي.
فتقدم للست وظائف 40 خريج جامعه ويكون عنده خبره 15 سنه في السوق. فكان بساله سؤال واحد من ضمن الاسئله، اقول له ما مستواك في اللغه العربيه؟ اللي هي اتكلم عربي فهمت كويس. طب ممكن تقول لي بيت شعر؟ لا صدقني يا سيدي ان ال 40 اللي انا امتحنتهم ولا واحد حافظ بيت شعر واحد. ولا حتى مكرم مفرم مفرم مدرم معني، يعني اشهر اشهر حاجه لامرئ القيس، يعني دي يعني حفظناها على ظهر قلب يعني. لا ده انا عاوز اقول بلاش حتى انك تقرا الشعر احمد شوقي، انما ضروري سمعت ام كلثوم مره مثلا قصايد. تمام، ما جاتش في باله. فده شيء بصراحه يخوفني انا بقى كمتلقي للتعليم، لان انا كنت عضو في اللجنه العليا دي لتحديث التعليم في مصر، وعبرت عن هذا الخوف. ما يجبش يكون التعليم اللي هو ماشي حاله كويس، تعليم اللغات يدرس كل المواد باللغه الانجليزيه والعربي تبقى لغه اجنبيه. ده برضه من الحاجات اللي انا عايز اقولها. لا 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 وغالي ابدا، انا عايز ساينتفك لانجوج يبقى ساينس اند مات ستسيد، لكن اللغه العربيه تدرس طبعا في التاريخ والجغرافيا. لغه غنيه. تمام، اللغه العربيه لغه غنيه والمجمع اللغوي ما شاء الله عرب كل ما يمكن انك انت، يعني انا ساعات حد اجده متعسف انه يترجم كلمه لا بنترجم اللغه العربيه. احنا في مصر بالعاميه ما بنتكلمش عربي يا دكتور، احنا بنتكلم مصري، يعني احنا مصرنا اللغه العربيه. لا تعرف بقى انا عندي تجربه هتبسطك. اتفضل. لو تقرا توفيق الحكيم من اكثر كتابنا اللي كتب اللغه العربيه بلغه ماشيه على حافه اللغه العربيه السليمه وقريبه جدا من العاميه. تمام. انا خليت بناتي الاثنين كانوا يقروا كل توفيق الحكيم، كل يوسف السباعي، كل نجيب محفوظ، كل دي لغات قريبه من العاميه لكن ما زالت محافظه على وحده وكيان اللغه العربيه، فحسين صعب عليهم طبعا. تمام، هو السهل الممتنع، وكمان ده كان اسلوب طه حسين كمان يعني الى حد كبير طه حسين مفهوم في كتاباته، غير عباس محمود العقاد وغير يعني ده في لبنانيين باللغه العربيه منهم يعني ايليا ابو ماضي وغيره المزني، في ناس كتير قوي حتى خدوا باللغه العربيه اصعب ما فيها، وهي دي كانت اللي خلت الناس ممكن تهرب من اللغه العربيه شويه يعني يا زي نقب الكلكلي والحاجات دي كلها. احنا يعني اتعرضنا للمواقف دي كلها، ودي برضو ودي عايزه برضو دراسه برضو يا دكتور. انا معاك يعني اللغه تتعلم على اصولها، ولغه عربيه يعني بيعرف عربي يبقى بيعرف عربي، لانه هو ممكن يقع في 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 مطب ان هو بيترجم لعربي من انجلش، يبقى الانجلش بتاعه اقوى من العربي، ما مش عارف يترجم للغته الاصليه. يعني دي حاجه طبعا بتبقى عيب. ما هياش الحدوته الطريفه التاليه، طه حسين كاتب في كتابه الايام انه لما سال الشيخ بتاعه كاد يكرهه في اللغه العربيه، لان الشيخ نفسه ما كانش بيعرف يترجم العربي كويس. تمام. فقال له ما معنى يا سيدنا الشيخ وخلقناكم اطوارا؟ اطوار يعني طور وطور وطور. قال له يعني خلقناكم ثيرانا لا تفقهوا شيئا. يلا ما جمع طور خلاها اطوار يعني. على قد معلوماته طبعا، لكن ما طبعا دي يعني فكاهه من الدكتور طه حسين الله يرحمه، يعني ده عميد اللغه العربيه وعميد اللغه الفرنسيه في نفس الوقت، ادوا له نفس اللقب في فرنسا لانهم كانوا معتزين جدا بهذه العقليه الراجحه، وهو من اطلق على حركه الضباط الاحرار كلمه ثوره قلبها اللي بعد كده عشان تكون ثوره للشعب المصري، ودي كانت برضو من ضمن يعني متلاحماته مع الحياة في والشعب والكتابات. يعني دكتور يبقى سؤال أخير، يعني تطوير التعليم هو الأساس وعام التعليم هو 2019، إحساسك الشخصي إيه في وزارة التربية والتعليم وإيه في مصر كلها؟ ويبقى يعني نبذة بعد ما أتلقى الإجابة أقول لحضرتك حاجة كده عايز رأيك الشخصي فيها. اتفضل يا فندم. انا بيروقراطي اديب، يعني انا بيروقراطي بالمعنى الحميد للبيروقراطيه. تمام. انا رغم اني انتمي لاسره دمياطيه لها في الاعمال والبيزنس والتجاره، لكن انا اكثر من 50 سنه جوه البيروقراطيه الحكوميه. البيروقراطيه الحكوميه المصريه عاوزه هزه شويه وجراه، وانك انت تحاسب الشخص على نتيجه عمله، ما تقعدش راكب على نفسه وتبقى يعني نظري قوي في الكلام. فبالتالي المطلوب طول النفس،
البيروقراطيه المصريه نفسها مش طويله. وانا احيانا اقرا الصحف الاقي زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا مشروع لجوده التعليم بخبره فنلنديه، اسمع ان بنروح مش عارف اقول حادث تيجي تاني مع سنغافوره ولا اليابان. انا عملت مشروع للتخلص من المواد السامه والصلبه الزباله يعني ما تفهمنيش مع المانيا وادونا خبره لمده سنتين. فين الملف ده؟ لسه هنبتدي. والرئيس النهارده في الخطوه بتاعته متألم من موضوع المخلفات. طبعا ما تطلعوا الملفات يا جماعه، نكمل نكمل عليها يعني، حتى لو فيها نقص في حاجه واحد بيكمل نكمل على الملف. البيروقراطيه المصريه ينقصها طول النفس والذاكره عشان تشوف تطلع ملفات. رحم الله الدكتور محمود فوزي كان يقول قبل ما تبتدي في موضوع افحر في الملفات القديمه هتلاقي 30 حد اللي انت بتتكلم فيه. يعني اعتقد ان في اجراء من رئاسه الجمهوريه في العاصمه الاداريه الجديده بيبقى مصر المعلومه، ودي قالوا ان هتبقى يعني على مستوى مش عارف يعني متدرب 50 من 50 الف ل 70 الف شاب بيجيدوا لغه الكمبيوتر اجاده تامه ببرمجته، ودول هيبقوا المسؤولين عن هيسموها دماغ مصر يعني او عقل مصر. فيعني دي تاخد فيها خطوات كبيره وقربت تكمل يعني. ابدا احنا ماشيين في ده كويس قوي. قربت تكمل يعني. وما كانت مصر اعتقد ممكن تزيل جزء كبير قوي من الفساد. يعني لما بكون بطلع اغلب المصالح الحكوميه او اللي بتتعامل مع الشعب لو بالميكنه وتبقى مراقبه جدا من وكيل وزاره ووزاره نفسها وعلى الشاشه وايه بيتعمل فيها والريسيتات اللي بتيجي، ودي سهله جدا يعني زي مراقبه الستور مثلا في امريكا او في المانيا او في اي حته، فهتبقى يعني الى حد ما نقضي على الاقل 50% من الفساد. دكتور يعني انا سعيد جدا بالمداخله مع حضرتك، لكن في حاجه كمان انا عايز بس المظهريه دي في المدارس الحكوميه بالذات. في حصة الدين سواء دين إسلامي أو دين مسيحي في مصر بيحصل تفرقة وعنصرية بين طلاب الابتدائي، اقتراح حضرتك إيه في هذه الحصة الابتدائي حتى الآن من أولى ابتدائي لستة ابتدائي تيجي إزاي عشان ما نحسش يعني إن إحنا شعبين، إحنا شعب واحد وهنبقى شعب واحد. تفضل يا دكتور. مش عارف بصريح العبارة أنا مش عارف في جيلي عملناها إزاي. يعني أنا كان عندي زميل اللي ساكن جنب بيتي هاني جورج عبد الملك، بنروح المدرسة سوا ونرجع سوا، واحنا راجعين هو يفوت على والده كان تاجر ذهب وانا افوت على والدي تاجر كهرباء. وبعدين في التنس فكري اسكندر كان الدبل بتاعي في التنس، عمرنا ما جبنا سيرة مسلم ومسيحي دي. تمام. اما في حصة الدين ما كانش في حصة دين مسيحي الحقيقة. ربما نفكر نعمل حصة دين مسيحي نجمع الطلبة المسيحيين في المدرسة. تمام. انما كان بيترك للطالب لو يحب ان يحضر يحضر ولو ما يحبش يخرج. لان في حصه الدين في الحقيقه احنا بندرسش انك تقول الاركان الاسلام الخمسه، لا لا، احنا بنتكلم عن الخلق والامانه وال 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 اشياء تتفق عليها كل الاديان، وده اللي انا اقترحه. انما في حصه الدين حضرتك عاوز تحفظه القران تحفظه للمسلم. أنا هقول لك حاجة، مكرم باشا عبيد كان من أكثر الناس حفظوا للقرآن. ده البابا شنودة كان عنده مكتبة إسلامية يندر أن تكون موجودة عند عالم من علماء الأزهر. مش كده؟ لطفي يعقوب السفير. أنا بتكلم على إن ده يخرج بره وده يستنى جوه ويبقى في التفرقة بين مسلم ومسيحي من هذه النقطة، حلها إيه؟ حلها ما أنا بقول أنا يعني حلها أن تترك لها الخيار. ولاسرته ايضا، لان انا حصل ان وانا في البرازيل اولادي كانوا في مدرسه مسيحيه وكانت طفل عندها 6 سنين، فكانوا لما يقروا حاجه في الانجيل كانت نيفين تقرا القران بصوت عالي، بنت شقيه يعني، فسالوني هي بتقول ايه؟ قلت لهم بتقرا قران. في مدرسه قبلت هذا وفي مدرسه لا، لازم تتعلم الدين المسيحي والا هنرفضها. يعني هي مشكلة موجودة في الدنيا كلها، بس لازم تروح الوطنية الكبيرة. يعني ولا انت ضربت مثلا بالبرازيل ويمكن في المدارس الكاثوليكية هناك، لكن المدارس الحكومية في البرازيل اللي هو الريبابليك ما فيهاش دين من اساسه، ما فيهاش حصة دين خالص يعني. وهنا في امريكا نفس الوضع كده يا دكتور،
ما فيش حاجه اسمها حصه الدين، في ممكن تبقى اخلاق، في اجتماعيات، في حاجات تانيه، واحنا نطور. ده اقتراح كان مقدم كان في بيت العائله الله يرحمه، اللي ما اعرفش موجود دلوقتي ولا مش موجود، ويعني ما بقاش له فاعليه، لكن كان في اقتراح مقدم ان احنا نعمل كتاب مشترك، وما اكثر المشترك ما بين القيم الاسلاميه والمسيحيه في الاخلاقيات العامه وفي الشارع، وده اللي احنا في احتياجه دلوقتي. هذا لو عندك وقت. اتفضل يا فندم. اقول لك حكايه لطيفه. اتفضل. وانا في مؤتمر وزراء خارجيه الدول الاوروبيه والولايات المتوسطيه في مالطا، انا ليندا الله يرحمها وزيرة خارجية السويد اللي قتلها للأسف إرهابي سويدي، قالت عاوزين نعمل حوار بين الحضارات والأديان، ده جزء من الحوار الأوروبي يعني. فقلت لها يا سيدتي أنا ما عنديش مشكلة في حوار الأديان، ولو إن أنا الإنسان ما يتحاورش على دينه، إحنا هنتحاور حول الثقافات، وإحنا ندعي في مصر إن عندنا ثقافة شرقية، ما هي ثقافة إسلامية، ثقافتنا ثقافة شرقية. وحضرتك طبعا أدرى مني لو تدرس بعض عادات الأسر المسيحية يبقى هي أكثر تحفظا من بعض الأسر الإسلامية، فإحنا ثقافتنا شرقية. تمام. قلت لي أنا من بلد بتدرسي أنت أخبارها عن طريق سي إن إن، إنما ما حدش قال لك إن مصر مسيحية أكثر من اليونان، عدد المسيحيين في مصر أكثر من كثير من دول أوروبا، ومع ذلك الحمد لله نحن نعيش في الأغلب في وفاق. الست قامت بستني يعني في هذا اليوم واتبسطت، وانا حتى ترجمت لها جزء من القران ان انا لا اكون مسلما الا ان امنت بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين احد منهم. ما هو برضه يعني هو الاجابه ان انا لا يعني انا عايز قيم مشتركه، ما 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 يعني ما فيش يعني عايز اقول ايه، الراي الديني ممكن يزعل، يعني انا لو قلت الراي بالمسيحيه ممكن يزعل المسلم، ده عادي طبيعي، ولو واحد بالمسلم بيقول لي رايه والتاني ممكن ما يبقاش موجود في المسيحيه ويبقى مفرد عليه، ما يبقاش احساس المواطنه موجود. عايز احساس المواطنه موجود ان في كتاب مشترك احنا بنمتحن فيه احنا الاثنين، وهو قيم الشارع وقيم الحضاره بالنسبه لنا وقيم الاخلاقيات، حتى لو اتكتب فيه قران وانجيل مع بعض مفيش مشكله، لان هيبقى في متفق عليه من السياده العليا والسياسه العليا والمؤسسات الدينيه في مصر بكافه متنوعاتها عن المنتج المقدم الذي يعلم للطالب. حضرتك طيب. يعني انا ده مش اقتراح، ده حاجه المفروض ان بيبحثوا فيها من السبعينيات، ما ظهرتش للنور ليه مش عارف، كان بيسموها زمان التربيه القوميه ايام عبد الناصر، ويمكن كان فيها حاجه شبيهه بيها يعني التربية القومية شبيهة باللي أنا بقوله ده، لكن ما خضتش جوه العمق، لكن يمكن في اقتراح كان مقدم من بعض علماء الأزهر وبموافقة كمان قداسة البابا الراحل بابا شنودة الثالث، وما خرجش للنور ما عرفش ليه. فحضرتك شايف يعني مين يبقى مسؤول عن ده لتوصيله للتعليم؟ يعني هل الأزهر لوحده، ولا لازم الأزهر والكنيسة، ولا وزارة التربية والتعليم هي اللي ممكن تقدم المقترح، ولا مجلس الشعب، مجلس الأمة، ولا القيادة السياسية؟ النخبة. اتفضل. النخبة الوطنية هي اللي تقرر، مش الأزهر، لأن أنا الأزهر ما هوش كنيسة، يعني دور الأزهر ما هوش دور الكنيسة على فكرة، أنت عارف طبعا. أنا في الإسلام ما فيش حد بيني وبين ربنا، بس ده محطوط له بند في الدستور يا دكتور، ده بند في الدستور، أي حاجة تراجع من الأزهر. ده بقى أكتر من كنايس القرن القرون الوسطى بتاعت أوروبا بقى بالدستور. يا فندم، يعني هو أنا عايز أقول النخبة، حضرتك طبعا محق في كل ده، بس النخبة ما بتتحركش، مين اللي يحركها؟ هل القيادة السياسية هي اللي ممكن تحرك حاجة عمل زي ده؟ وطبعا الاخلاق، ما احنا كنا متفقين، احترام الكبير واحترام الست الكبيره، اعلامنا مش بيساعد على فكره، اعلامنا ما بيجيبش سيره للموضوع ده، هو بيجيب سيره بس لياسر برهامي ان هو رجع للخطابه تاني، لكن ما بيجيبش سيره لموضوع زي ده. وانا قلت لاكثر من رئيس وزراء مؤخرا ده مش وقت تسيب الاعلام بدون وزير اعلام، لان اعلامنا شغال من غير دماغ يعني، وفي الهيئة الوطنية للإعلام، وهي تشعبت المسؤولية بحيث أن يتنوع الإعلام، وده كان مطلوب في فترة معينة، وزير الإعلام مش موجود في أمريكا هنا، مش حاجة اسمها وزير إعلام في أمريكا، والإعلام ناجح ما شاء الله يعني. وهو في أمريكا 5 وزراء تعليم، مش معنى احنا عاملين 5 وزراء تعليم، ده احنا ما عندناش وزير تعليم، مش فاكر وزير تعليم عندنا، وزير تعليم ولا لا ما عندناش يمكن في الحقيبة دي،
عندنا ممكن رؤساء مديريات وحاجات كده يعني. لا انا رايي ان ما زلنا محتاجين برضو الى توافق حول من يعني يدير لحساب الوطن الخط الاعلامي للوطن. تمام. لكن انت يعني من المؤيدين لهذه الخطوه بحيث ان الطالب وهو في ابتدائي ما يتعرضش لهذا الكم اللي ممكن يخلي فيه شيء من العنصريه في بدايه التعليم. لا صحيح. تمام يا فندم. مش خناقه يعني. لا مش خناقه ده احنا عايزين نطلع مواطن مصري حتى النخاع. انا مش عايز اتخانق على اي مزبوط. سبب. مظبوط. عايزين مصريه زي بيقولوا مصر اولا وقبل اي شيء، فدي حاجه لازم تبقى جوانا مزبوط. كمان يعني. بشكرك مزبوط. جدا استاذ دكتور جمال بيومي مزبوط. يعني مساعد وزير الخارجيه الاسبق وسياده السفير، يعني مداخلتك بتبقى اطراء للبرنامج، وبنشكرك وبنشكر حضرتك ولحضورك الدائم بارائك بنسميها مش بيروقراطيه ولا حاجه، انت ارائك متحضره جدا وعلميه جدا ومقياسها مواجهه المسؤول يواجه المشكلات، ودي انا عارف وابصم بالعشره للدبلوماسيه المصريه ان دي اول حاجه بيتدربوا عليها. شكرا يا فندم. الله يخليك، اهلا بك. شكرا شكرا استاذ دكتور جمال. الحقيقه نكمل الاعداد اللي بيتحرك بيها وزير التربيه والتعليم ومساعديه ومديريات التعليم في مصر 24 مليون دوله بتتحرك كل يوم، دوله بتخش المدارس، دوله بتدار من اول سن 6 سنوات لغايه سن 18 سنه، من 6 ل 18 24 مليون، هم دول الدوله اللي جايه. احنا بنعمل ايه؟ بنبنيها ازاي؟ بنهيئها ازاي؟ هو ده المهم. انت عايز تصنع مستقبل من غير تطوير تعليم مش هينفع. القيادة السياسية حطت ايديها على ان 2019 هيبقى فعلا هو عام تطوير التعليم، ثورة التعليم. حضراتكم هشوف هيئة الاستعلامات كاتبة ايه في المقالة هنا، وفي بعض حاجات هم كاتبينها يعني بعض المتخصصين الصحافة طبعا، يعني الهيئة العامة للاستعلامات في مصر مش تختار أي حد. نشوف كده، نخش على الصفحة كده ونقراها مع بعض ونشوف جزئيات مش كلها. ممكن المخرج يعرضها لنا؟ يعني دي الصفحة الرئيسية اللي هي بتضم تطوير التعليم، مشروع قومي، مشروع مصر القومي في 2019، والصورة بتاعتها نجيب الصورة، خليك لا مركز على الصورة بس، خلي ننزل بالصورة كده، ننزل بالصورة شوية، أيوه عايزكم تتأملوا في الصورة. هل الصورة دي صورة المدارس في مصر في كل مستوى مصري، ولا دي صورة أجنبية؟ أعتقد إن الصورة دي مش موجودة في مصر. يعني الصورة موجودة، هل دي موجودة في مدارس مصر؟ الصورة دي موجودة في مدارس مصر؟ أنا بسأل. العنوان أهو، الهيئة هيئة الاستعلامات حاطة صورة، مش عارف هي موجودة في مصر ولا لأ. هل دي موجودة في مصر؟ بسأل. يعني الصورة عجبتني طبعا، يعني التعليم في مصر من أول الصورة كده ممتازة، ممتازة طبعا، بس دي الصورة دي موجودة في مصر؟ التعليم يبقى كده في مصر؟ دي يعني حاجة احنا يبقى وصلنا القمر يعني. نشوف بقى ايه اللي مكتوب. بيقول ايه؟ ادرك، لا من الاول خالص، تدرك الدولة المصرية ان تطوير التعليم اصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وقد اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بان بناء الانسان المصري على رأس اولويات الدولة، ويجب ان يتم بنائه على اساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا، وقد بدأت الدولة تطوير التعليم باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة بناء الانسان المصري التي تقوم على النهوض بمنظومتي التعليم والصحة، لما يمثلان من اهمية بالغة في بقاء المجتمع المصري قويا ومتماسكا. وقد تواكب اعلان الرئيس مع فلسفة نظام التعليم الجديد الذي اقرته وزارة التربية والتعليم، وهي الفلسفة التي تقوم على التعامل مع العملية التعليمية كمنظومة شاملة ومتكاملة في جوانبها العلمية والتربوية والثقافية والرياضية، والوصول إلى مرحلة الفهم والابتكار وتنمية الملكات الإبداعية. كلام مش ممكن يعني، لو هقول عن الكلام ده الموجود التعليم في أمريكا ما هينطبق عليه، ما يعني ما ملهاش حل يعني. كلمة في المقدمة كده
تحس انك انت موجود. احنا هنقتنع ان احنا دور فنلندا في التعليم، دور ايطاليا في التعليم، دور فرنسا في التعليم، دور امريكا في التعليم، دور استراليا في التعليم، احنا زيهم اهو، ما احنا بنتكلم اهو. طبعا يعني انا واحد من الناس، انا فخور وانا بقرا الكلام ده، مفيش مشاكل، لكن هل ده هو ده الحقيقه؟ على الرئيس السيسي ان عام 2019 هو عام التعليم. القياده السياسيه قالت واعلنت، اعلنت هي بتواجه يعني كقياده حكيمه، بتواجه الاعداد، بتواجه المشكله، بتقول ان عام 2019 هو عام التعليم، لازم نركز عليه ونشوف التعليم في الدستور المصري بيقول ايه. الاول بقى نطلع شويه فوق، نطلع شويه على التعليم في الدستور المصري، لا انزل سنه صغيره، انزل سنه صغيره. تنص الماده 19 في الدستور المصري على ان التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصيه المصريه والحفاظ على الهويه الوطنيه وتاصيل المنهج العلمي في التفكير وتنميه المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضاريه والروحيه وارساء مفاهيم المواطنه والتسامح وعدم التمييز. اللي انا بقولها اهي، عدم التمييز، ما ده ما يروحش حته يلعب في الحوش وده يتلقى علم ويبقى الفصل ده مسيحي وده مسلم من اول اولى ابتدائي، ده من اول حضانه. وعدم التمييز، وتلتزم الدوله بمراعاه اهدافي في مناهج التعليم ورسائلي وتوفيري وفقا لمعايير الجوده العالميه، والتعليم الزامي حتى نهايه المرحله الثانويه او ما يعادلها، وتكفل الدوله مجانيه مجانيته بمراحل المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة في الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% زي ما انا قلت، من 3 ل 4% من الناتج القومي الاجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسة بالسياسات التعليمية لها. جميل، جميل جدا هذه المادة، يا ريت انها نطبقها يعني زي ما هي جت كده فيها كده نطبقها، وهي تبقى دي الايقان او الايمان بان احنا هو ده التعليم في مصر، هو ده الهدف من التعليم في مصر، هو ده بناء الانسان المصري كما هو في الدستور. بس هل ده في الواقع؟ لا مش موجود. 23 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي، هذا الرقم رقم صعب، 23.2 مليون تلميذ، صعب جدا انه بقى دلوقتي عدى 2 و3 مليون كمان، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في 26 مليون والمدرسين 1,200,000 مدرس. بتحرك كوزارة التربية والتعليم وكتلة خرسانية على كتافي وعلى ايديا وعلى يعني متكتف، طبعا متكتف. فاللي عمله دكتور طارق شوقي بانه تخطى بعض البيروقراطيات اللي موجوده في وكلاء الوزاره، وقلتها قبل كده في لقاء مع سياده الوزير، والحقيقه هو نجح في ده، هو نجح في انه هيطور التعليم مش من الجهه الشكليه، ده من المضمون. هو لسه ما قربش من الجسم الموجود عشان يكسره ويبنيه من جديد، لكن بدا في تغيير استراتيجيه وبالهدف. هو عايز ايه؟ عايز ينهي مشكلة الثانوية العامة والاختيارات تبقى أصح وأدق، التعليم يبقى فرصة ما هواش بالكرباج مش بالعافية. وطبعا مفيش ضرب في المدارس، لكن أقصد الكرباج اللي هو الإجبار، لا ده بالتحبب للتعليم، عشان أي حاجة تعملها غصب عنك ممكن تتقنها لكن ما تعملهاش بنجاح وتفوق، ممكن تعملها يلا كواجب، لكن نجاح وتفوق يبقى لازم بتحب المادة اللي بتذاكرها، بتحب المدرس، بتحب المدرسة، بتحب طرق التعليم، بتحب تروح المدرسة ازاي، ما تبقاش فيه الحاجات بقى المعوقات بقى، كل الكتلة اللي انا بقول عليها دي، 23 مليون والالف والمليون ومتين الف بيتحركوا في سلاسة، في تنظيم أشبه بخلية النحل كده، حاجة كل واحد شايف شغله، العدد مش مهم، التنظيم هو المهم. الثبات على إن احنا نعلم هذه الكتلة ككل ماشي، لكن هو طبعا هيبقى مشكلة، ومشكلة ملهاش حل حتى هذه اللحظة لم تواجهها الحكومة حتى الآن، هي الانفجار السكاني، مرتبط ارتباط وثيق بالتعليم. 2.6 مليون بني آدم بيضافوا على هذا العدد كل سنة، يعني منتظر كمان 5 سنين يبقى عددنا في المدارس
33 من 33 ل 40 مليون تلميذ في المراحل قبل الجامعي. انت رايك ايه يا مواطن يا مصري؟ شايف ايه؟ 40 مليون دي كان عدد مصر بكل اللي فيها في السبعينات، وكنا بنقول عندنا ازمه سكن وعندنا تعداد كبير، ده كان ما كنا 40 مليون. طب لما نكون 40 مليون كتلاميذ بس من حضانه لسته ابتدائي، طبعا مشكله، طبعا كارثه. طبعا اي نهوض او اي تفكير في ان انا اقوم لازم يكبلونا ويخلونا تحت بالاثنين وستة من عشرة مليون بني ادم اللي الدوله مش عارف مواردها ممكن تنمو بهذا القدر ولا لا. يعني اللي حصل في سعر الدولار انه ينزل ده معجزه، انه ينزل 130 او 140 قرش في اقل من سنه، دي معجزه اقتصاديه. طب هل هتستمر مع يعني السكان اللي بيزيدوا 2.6 من عشرة كل سنه ممكن الدولار يقل؟ لا طبعا. في علاقه، طبعا في علاقه مباشره، ان استهلاكك كل ما يزيد كل ما عملتك تنزل ببساطه، يعني كل ما انتاجك يزيد كل ما عملتك تطلع. طب انتاجك يزيد ازاي وانت بتستهلك اكتر ما بتنتج ب 2.6 من عشرة مليون بني ادم بيزيدوا في السنه؟ دوله بتزيد، دوله اعتقد اسرائيل اول ما بدات كانت الافات، وقطر من بدات الافات وما زالت، والكويت وامكانياتهم الماديه ضخمه جدا واعدادهم قليله جدا. قول لي في الوطن العربي مين اللي تعداده 105 او 110 مليون؟ مفيش. يعني حتى السودان اللي بتضرب بيها المثل، لا هي مش بالعدد ده، مش بالعدد ده. يمكن اثيوبيا 90 او 95 مليون، اه ماشي، اثيوبيا تعدادها كبير من زمان، يعني ما جاتش طفره وان اثيوبيا كانت 30 الف 30 مليون من 50 60 سنه واصبحت 90 مليون لا دلوقتي. لا، اثيوبيا طول عمرها تعدادها كبير شويه عن مصر، دلوقتي احنا عديناها مش عارفين احنا رايحين فين. احنا ناخد يعني مستوى جيمس ريكورد في زياده النسل ولا مش عارف. طب هل يعني التراث دي تأثير في الموضوع ده؟ هو طبعا مؤثر جدا على العملية التعليمية، ما لهاش حل يعني، لكن ما باليد حيلة. مواجهة الحكومة للتعليم والأعداد زي ما قلنا كده في صفحة الهيئة العامة للاستعلامات موجود وبيواجه من القيادة السياسية، والانفتاح على العالم في كل طرق التعليم بالياباني وبالايطالي وبالالماني وبالانجليزي وبالامريكاني، كل المدارس دي موجوده في مصر، ودي مدارس خاصه ما عدا المدارس اليابانيه دي اللي ابتدوا يختاروا فيها ناس على اساس ان ايه يعني يبتدوا يعملوا بيها تنميه ونهضه في جميع يعني اقرب يعني اقرب مساحات، يعني مساحات واسعه من الجمهوريه نفسها، على اساس انه يدي مثل وقدوة للتعليم الياباني بيبقى ازاي، مع الاحتفاظ طبعا بالثقافة الشرقية العادية. طيب تعليم اللغة، تعليم اللغة انا لما اشوف استشاري اللغة الانجليزية مصري، هو مصري ده بيتكلم انجليزي؟ لا طبعا، عنده اكسن طبعا، عنده لغة بيقولك فيها لحن او لحمة يعني حاجة كده فيها مش بتتسمع كويس، اه فيها. طب اقدر اخش بيها السوق العالمي ازاي؟ لا ما تقدرش، لازم يجي وياخد كورس بره وياخد حاجات كده ويعدل من لغته ويعدل من معلوماته اللغويه علشان يخش، مهما كان اسلوبه ومهما كان تفوقه في اللغه. واتكلمت مع كتير من اللي كانوا بيجيبوا الدرجه النهائيه في اللغه الانجليزيه حتى في ثانويه عامه، ولكن في حاجات كتير قوي في السبيكينج، يعني حاجه صعبه. يعني ممكن ريدنج ورايتنج يبقوا بيرفكت، لكن في السبيكينج اللي هي لغه التحدث من خلال التليفون ولغه التحدث من خلال غير المراسلات، فيها شغل، لان المسؤول عن اللغه الانجليزيه ما مش انجليز، مصريين، وكان احنا اللي اخترعنا اللغه الانجليزيه. في طبعا متفوقين من المصريين في اللغه الانجليزيه في مدارس كما ينبغي، مدارس الراهبات بتتعلم لغه انجليزيه كويس قوي، لكن برضو نفس الوضع يبقى السبيكينج مشكلة بالنسبة لتعليم اللغة في مصر. لازم من مستشارين، كان زمان بيجيبوا
من الحكومة الأمريكية، كان في ناس بتروح تعلم كورسات إنجليش في بعض المعاهد الخاصة وبعض المعاهد البريطانية وبعض الجامعات الأمريكية، في تخصص يعني في أماكن كانت محددة وكانت جايبة نتيجة حلوة قوي. ويمكن أتذكر منهم ناس دلوقتي بيشتغلوا في الإرشاد السياحي بعد ما اللغة بتاعتهم تفوقت فعلا بالالتحام مع الناس اللي كانت جاية من أمريكا. ويمكن أفتكر واحد منهم كان اسمه جيمس، كان في الثمانينات أعتقد، في بداية الثمانينات أو في نص الثمانينات كده، كان في هذا البروجرام، بس كان بصفة ودية خالص بين الحكومة المصرية وبين الحكومة الأمريكية. طب نخليها رسمي، ما نخليها رسمي، ونخلي إشراف اللغة ده يعني ما يبقاش مصري يقول لي بشرف على اللغة الإنجليزية، يبقى يا إما إنجليزي يا إما أمريكاني يعني أو أسترالي لغته. إزاي يعلم اللغة؟ إزاي يسهلها؟ إزاي ينشرها كلغة علمية؟ لأن إحنا محتاجين ده عشان نتواصل مع العالم. اللغة العربية كويسة وحلوة، اعتز بيها زي ما انت عايز وانا بعتز بيها، ولغة الشعر وكل حاجة والأدب، وبنكتب مقالات وشعر وكل حاجة حلو، لكن ما ينفعش اخاطب بيها الأمريكان، ما ينفعش اخاطب بيها الإنجليز. لازم يبقى كل حاجة في موضعها الصحيح. بتعلم لغة إنجليزية بتعلمها صح، إنجليش بإنجليش، بتعلم عربي بعربي. زي المستشار احمد عبد المنعم المره اللي فاتت قال لك ده اللغه العربيه كمان في ازهريين مش عارفين اللغه العربيه لانه بيعتمدوا على سيبوي والنحو بتاع سيبوي، لا في حاجات تانية في علماء دخلوا عليها وصلحوا بعض الحاجات بعض القواعد بتاعت سيبوي. سيبوي اللي هو عمل قواعد او النحو في اللغه العربيه، وما هوش عربي، اسمه سيبوي، ممكن يبقى فارسي. وابو الاسود الدؤلي ده برضو من فارس، اللي حط النقط والاحرف والتشكيل، وتطورت بعد كده اللغه العربيه، ان يعني هي اتولدت من حضن اللغه الاراميه او اللغه السريانيه. اللغه العربيه يعني هي لغه مولوده من لغه، الاحرف بتاعتها تطورت طبعا مع الزمن بكتير، حتى يقول لك الخط الحجازي والخط الكوفي والخط النسخ والرقعة وكل ده خطوط كانت متطورة مع الزمن في اللغة العربية. وأكتر واحد يفيدك في اللغة العربية كتاب الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين، لما اتكلم عن أصول اللغة العربية زمان، واكتشف المصيبة أن اللغة العربية تبدأ بالعباسيين وقالها ومخلص. طيب أنا عايز أقول حاجة هنا، يعني كلغه حلو، لغتي لغه جدي ولغه ابويا كانت لغه عربيه، حتى انا يعني انا بقول اللغه القبطيه طبعا اعتز باللغه القبطيه، لغه دي في الصلاه في الكنيسه، ودي لغه اجداد اجداد اجدادي طبعا، لكن الاجداد القريبين قوي كانوا بيتكلموا عربي، ما كانوش متعلمين لغه عربيه فصحى، لكن كانوا بيقولوا لغه عربيه، وكانوا يعرفوا قبطي. قبطي اللي هي لغه المصريين، اللي هو اللغه الفرعونيه اللي دلوقتي بدأت مصر تقتنع انها تدرس في بعض المراكز، اعتقد كلية الاداب في جامعة الاسكندرية تبتدي تدرس دراسات قبطية. طبعا معهد الدراسات القبطية ده تبع الكنيسة وبيدرس اللغة المصرية القديمة، ويمكن في ناس عايز اقول لك مش مسيحيين تخصصوا في اللغة القبطية لانها لغة مصر القديمة، واغلب المرشدين السياحيين كانوا يعرفوا اللغه الهيروغليفيه وتحولت الاحرف اليونانيه ازاي. ويمكن اللي ساعد بفك رموز حجر رشيد مش الفرنساوي بس، لا في مصريين كانوا يعرفوا اللغه القبطيه باحرف يونانيه بتكتب ازاي، وعشان كده الساوند بتاعها والصوت لما اتكتب بالحرف اليوناني فسهل نطقه، فرجع لاصل اللغه اللي هي كانت بتكتب بالرسومات، اللي هي زي دلوقتي اللغه الصينيه بتكتب بالرسومات. كانت الحضارات القديمه القويه جدا كانت بتتكتب من فوق لتحت، من اب تو بارم، يعني الخط ما هوش لا بالعرض ولا بالطول ولا باليمين للشمال زي اللغه العربيه، او من الشمال لليمين اللغه الانجليزيه، لا كانت بتتكتب من فوق لتحت زي ما بتتكتب في اللغه اليابانيه في اللغه الصينيه، كانت بتكتب في اللغه الهيروغليفيه القديمه. ودي كانت مفروض تخش مع التعليم في مصر، احنا اساسنا في لغه فرعونيه، ليه نفتقدها؟ لما تروح المعبد انت شايف عصفوره وكلب وعارف مش عارف ايه، وشايف حرف مش عارف ايه، وشايف عصايه وشايف، طب ما الحاجات دي احرف، احرف ليها نطق، احرف اجدادك كانوا بيقولوها بيها، ما يعني ما تدخلش ليه التعليم.
نوع من انواع انك تبقى عارف مصدرها ايه، ولا هو انت عايز تعمل كات لكل حاجه وتبدا من مرحله معينه؟ ده تزوير في الثقافه، تزوير في الهويه، تزوير في الشخصيه نفسها، في بناء الشخصيه. فلازم لما تواجه بتواجه كل حاجه مع بعض، والا مش هتنفع. انصاف الحلول يا ساده هي جزء من التضليل. لازم الحل يكون شامل وكامل وعلى كل المجتمع. اللغه المصريه القديمه هي لغه اجدادك، لازم نبقى متفقين عليها، والا يبقى لغه الاهرام اللي اتكتبت دي مش لغتنا، مش لغه بعض الناس، او لغه الوافدين. واذا اعتبرت نفسك وافد فانت مصري ازاي؟ كتير حاجات كده كتير تمخول لما تيجي تقراها. يعني القومية العربية اللي كنا بنقولها، طب انا ماشي انا بتكلم اللغة العربية بس انا مش عربي، انا مصري، انا مصري بتحدث اللغة العربية، مش عيب بتحدث اللغة العربية، لكن انا مش عربي، انا مش اعرابي، انا ما 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 رحتش اتولدت في صحراء وعملت حضارة مصر دي من ال، لا ده مصر دي اجدادي عملوا الحضارة دي اللي هي بين الضفتين، وانا فخور بيها وبالمعابد المصرية وبكل الحضارة اللي عملوها، لانه كانوا اول حضارة في التاريخ، اول دولة في التاريخ، اول حكم في التاريخ، يعني حكم بملكية، بقوانين، بمحكمة، باراضي، باستقرار، بجيش، ايه وكل ده ايه؟ دولة، كل ده دولة من زمان. لغتها كانت ايه؟ اللغة الفرعونية القديمة اللي هي تطورت وبقت القبطية اللي بتتكتب بأحرف يونانية. الكلام ده قلة بس اللي يعرفوه، لكن في ناس في الجامعة بتدرسه، في ناس في الجامعة بتدرسه، وفي ناس تخصصت في اللغة المصرية القديمة، وفي ناس خدت دكتوراهات في اللغة المصرية القديمة، وإنها كانت لغة الكهنة لغة، ولغة الملوك لغة، ولغة الشعب لغة، يعني كانت بتقسم لثلاث درجات، لكن في الآخر هي لغة. ولما اتكتبت بأحرف يونانية أيام الإسكندر الأكبر كانت الثلاث لغات يعني اندمجت في لغة واحدة بس، بقت اللغة القبطية. وكان في لغة بحيرية ولغة صعيدية زي اللهجات، يعني لهجة بحيري ولهجة صعيدي، وكانت برضو نفس الوضع، كان يبقى في اختلاف في الحرف نفسه، لكن كمبادئ اللغة كانت موجودة هي هي. في الصعيد زي فوق زي بحري مفيش مشكلة، بس كان ممكن في النطق زي دلوقتي لما تيجي تتكلم مع اهل البحري غير لما تتكلم مع اهل الصعيد باللغه المصريه العامه اللي احنا بنتكلم بيها، اللي هي مش عربي، لغه عاميه اللي هي ليست عربيه، لان ده مش عربي. والا يبقى اللي بيروح المدرسه بيتعلم عربي ليه؟ لما هو بيتكلم عربي، انا بتكلم مصري ما بتكلمش عربي. مين؟ مساء الخير يا دكتور. معانا الاستاذ الدكتور ايهاب رمزي، استاذ القانون المعروف وعضو مجلس النواب السابق. مساء الخير يا دكتور ايهاب. مساء النور استاذ عزيز، ربنا يخليك. احنا النهارده بنتكلم عن التعليم ومواجهه الاعداد. انا عارف يعني حضرتك برضو يعني مساهم كبير، يعني دكتور بتحاضر وعندك طلبه، وان الطلبه في تزايد باستمرار، فبرضو دي مشكله الاعداد، مواجهه الاعداد. لما احساس حضرتك كده يكون حضرتك مسؤول في وزاره التربيه والتعليم وبتقود او بتدير 24 مليون بيخرجوا الصبح علشان يتعلموا، ومسؤول كمان عن انهم يرجعوا بيوتهم وهم في حاله طبعا الصحيه وغيره 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 كل ده، مواجهه العدد بيمثل لك ايه يا دكتور؟ اتفضل يا فندم. بص، هي طبعا انت حضرتك كده، لو انا مسؤول حاجه مسؤول في التربيه والتعليم تمام، انا لو انا مسؤول في التربيه والتعليم، اولا همشي بسياسه مختلفه عن اللي ماشيين بيها. هو السياسه يعني طبقا لاحتياج مصر ايه بالظبط، تمام، يعني مش المساله مش شطاره ان انا اعلم كل الناس وميزانيتي ما تقدرش تغطي كل ده، وما نقدرش نحصل على كواليتي في التعليم، يعني جوده التعليم دي اهم من ان انا اعلم الناس دي كلها. فالمشكله ان انا لو انا مسؤول يعني هسعى على جوده التعليم، والتعليم مش اي تعليم، تعليم يواكب التطور العلمي والتكنولوجي اللي احنا عايشين فيه، يعني والتعليم يعني مش هو يعني هشوف الاسواق العالميه والاسواق المصريه محتاجه ايه عشان ولادنا اقدر انا كمان ولادي استفيد منهم، وبدل ما استورد
امور وبستورد خبراء اعرف انا اجهز ولادي انه ازاي يكونوا هم خبراء يخدموا مصر ويخدموا بره مصر. طب لكن احنا مش ماشيين بسياسه تعليميه واضحه، مش يعني مش معلنه للناس. ثانيا جوده التعليم للاسف سيئه جدا، سواء كان تعليم مدرسي او تعليم جامعي. لانه يعني هو نترك التعليم الجامعي لانه مشاكله كتيره قوي، خلينا بس التعليم الاساسي اللي هو ان هو حق لكل مواطن انه يتعلم من اولى ابتدائي لثانويه عامه، انه يكمل بعد كده مش مهم. بس هو ده دي مسؤوليه الدوله، دي مسؤوليه المواطن انه لازم ياخد حقه في هذا التعليم من الدستور، كمان الدستور بيمنحه هذا الحق. الو حضرتك، التعليم الاساسي اللي هو لغايه سته ابتدائي، لغايه سته ابتدائي خلص الابتدائيه، ده التعليم الاساسي، ده اللي هو المفروض ان هو ايه يلم بيه الجميع. لما نيجي نخش بقى بعد كده هو في اعدادي وثانوي، ثانوي لا، ثانوي ده بيبقى المفروض ان هو على حساب المواطن. طب ما تخلي الاساسي لغايه الاعدادي، لان هو برضه ابتدائي مش كافي، لان هو يبقى مندمج في المجتمع بنفس اللغه الحضاريه اللي احنا عايزينها. يمكن ممكن تبقى اعدادي، يعني ده مقترح تاني. يعني مع حضرتك ان هو مثلا اوكي، يبقى هم التعليم مجاني وملزم للجميع، دي نقطه مهمه جدا لازم نقول عليه تعليم الزامي. هو مكتوب عليه التعليم الالزامي فعلا يعني في مصر، يعني حتى الاعداديه، يعني حتى ثانوي مش مهم، بس هو حتى الاعداديه ده تعليم الزامي. ده اسمه لازم يبقى تعليم الزامي، ويكون هناك عقاب على من يتخلف عن التعليم او يتصرف بالتعليم. يعني لازم قانون للتسريب من التعليم يحاكم به اولياء الامور، لان انا احاكم الطفل ازاي على ان هو مش ملتزم؟ لا طبعا، ما احنا بنتكلم حكم وفقا للقانون، الطفل ده ما يتحكمش تمام لغايه 15 سنه ما بيتحكمش، ما يقدرش يحبسه. لكن ولا اقدر اخد عليه بغرامه ولا بتاع، دي طفل وفقا للقانون الطفل. لكن احنا بنتكلم على الاسره، عقاب الاسره. طب يعني ايه القانون اللي ممكن يعني ممكن يصدر انه يخلي الاسره في العزب والقرى انها تلتزم بان ابنها يروح للابتدائي والاعدادي، وبعد الاعدادي هو حر بقى؟ يعني كان في زمان التلمذه الصناعيه وغيره، فانا اقول المرحله دي هو باختياره بقى، هو لغايه الاعدادي لو تلقى التعليم هيقدر يقرر انه يستمر او لا مش مهم، لكن لغايه اعدادي هو انا ملزم ان انا اعلمه على القرايه والكتابه والتعامل في الشارع ومعرفه القانون العادي. اتفضل. اول حاجه المفروض ان انا مثلا لو هو تصرف على التعليم او كده اشيل عنه الدعم، واخد بالك؟ يعني ممكن يكون الدعم ده كوسيله عقاب. طب ما هو الدعم تقريبا اتشال يا دكتور. لا، في حاجات تانية لسه، في الصحه، في حاجات دعم ممكن يتشال عنه دعم التامين الصحي، يعني ما تبصش على المواد التمويليه او يدفع يعني. يبقى يشتري او تزيد الرسوم بتاعته فيه. بالظبط. لا يعني انت دلوقتي عندك دعم في كذا جانب تاني، يعني انت المواصلات دي فيها دعم، البترول، يعني كل المواد البتروليه بس الحمد لله تشيل دلوقتي، يعني بقت حره. يعني عندك الصحه دي مش قليله. طب النهارده ابنك، طب ايه راي حضرتك في الغرامه المباشره للتسريب من التعليم وتبقى بالافات من ما يقدرش يدفعها؟ طبعا ماشي، بس انا بفهمك يعني مساله، لان برضه هيبقى ما اقدرش احرمه من صحته قصاد ان هو ما بيعلمش عياله. ما دي برضه نقطه الدوله ممكن دستوريا اختلف كحق دستوري، العلاج حق لكل مواطن، فدي انا ما اقدرش اعاقب بيها يعني. لا، هي الفكره مش كده، لا الفكره انه في التعليم المشكله انه هنا بيشغلوا الاطفال، يعني يقول لك ايه عماله الاطفال ده حاجه تانية. بعد تسريب الطفل بيشتغل، بيبقى عند الميكانيكي سنه 8 سنين وحاجات كده يعني. بيبتدي يسيب التعليم ويروح يشتغل، بتلاقي الاطفال بقى بتشتغل في ورش وبتشتغل في الزراعه وشغل، وده في حد ذاته مخالف للقانون الطفل او عالميا كمان، انه طبعا لا تشغيل للاطفال. ما فيش حد يقدر يشتغل قبل 16 سنه، ده القانون العالمي. بالظبط. وده في مصر برضه المفروض كده، المفروض ان هو في مصر نفس القانون. لكن وبالتالي هو لما بيتسرب من التعليم، بيتسرب من التعليم نتيجه ايه؟ ان هو بيلجا للعمل.
نتيجة الحاجة المادية يعني. يرجع عشان يجيب دخل. تمام. يصرف على أسره. طب دي برضه مشكلة يعني فيها. التسريب دلوقتي احنا محتاجين قانون علشان نخلي ردع للأسرة بحيث انها ترد الطالب تاني ونخلي المرحلة الإلزامية لغاية إعدادي. أصل ابتدائي برضه هتبقى غير كافية برضه يا دكتور. يعني هيبقى أول 9 سنين. في مرحلة التعليم دي مش هتصدق احنا القانون اللي فات بتاع مجلس الشعب كان ان هو شروط دخول عضوية مجلس الشعب من اهم شروطه انه يكون معاه شهادة محو امية ملم بالقراءة والكتابة. فكان الاتعاد الابتدائية يعني. لا محو امية في الاول. لما جينا نغير القانون وجينا في الدورة اللي فاتت دي الانتخابات اللي فاتت قال لك التعليم الاساسي لازم يكون معاه شهادة اجتياز تعليم اساسي. خد بالك تعليم اساسي اللي هو ايه؟ عضو مجلس الشعب عضو مجلس النواب هو الاساسي ابتدائي مش كده؟ والالزامي ابتدائي واعدادي وثانوي. ده كان زمان الالزامي بس مفيش عقاب يعني انا بفهمك انه مفيش عقاب على مخالفه ده مفيش في القانون. لكن انا بكلمك مثلا يعني مدى اهتمام الدوله بالموضوع يعني عضو مجلس الشعب يكفي ان هو يكون في الاول كان ملم بالقراءة والكتابة ويكفي في القانون الجديد بعد يعني عناء وتطوير بقى تعليم اساسي. تمام. فالدولة اساسا يعني مش حاسة انه ده قيمة مهمة جدا لكل واحد. يعني ممكن يكون عضو مجلس الشعب طلع ومشي ودخل عضو مجلس الشعب وهو لسه معهوش غير الابتدائية. تمام. احنا يعني عندنا مليون خير. يعني في مشكلة تانية غير التسريب كمان. المدرس نفسه ما بي يعني مش هو المؤهل مش هو صاحب الجوده في انتاج طالب مش عايز اقول متفوق ولا انه طالب بكلمه طالب على المستوى العالمي. يعني عندنا المدرس بعافيه في اللغه الانجليزيه وبعافيه في اللغه الفرنسيه وبعافيتين في اللغه العربيه اصلا. يعني تدريبه يحتاج مشقه. بص انا قلت لك هي جوده التعليم مش مهم ان انا اعلم كم واحد بس مهم ان انا اعلمه ازاي وصح. يعني احنا بنشوف المدارس الخاصه والمدارس العامه. المدارس الخاصه بتاخد المنهج بتاع المدارس العامه بتاع وزاره التربيه والتعليم وتحط عليها منهجها هو تاني. فالولد بيدرس منهجين منهج بتاع وزاره التربيه والتعليم ومنهج خاص بالمدرسه وعادي جدا. لكن اللي في التعليم بقى اللي هو في المدارس الحكوميه بيدرسوا التعليم اساسا يعني منهج لا يعني يؤهل الطفل للمستقبل تماما. وفي مدارس يعني اتعملت من حوالي 25 او يمكن 20 سنه اسمها المدارس التجريبيه. المدارس التجريبيه دي هي مدارس اللغات التابعه للوزاره وتفوقت المدارس التجريبيه ويخشوها ناس كويسه جدا وبتطلع خريجين كويسين جدا. ما اعرفش الحال بتاعها ايه دلوقتي لكن هذه المدارس ولدت لتعمم ويبقى فيها المدرس ومنظومه التعليم مختلفه تماما ومشابهه لما هو موجود في الخاص التعليم الخاص. ما اعرفش ما مشيتش ليه. يعني عندك فكره يا دكتور عن الموضوع ده؟ لا 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 بص لك هي مدارس تجريبيه موجوده فعلا ونموذج ناجح لكن مش زي المدارس الخاصه ابدا. مش برضه اللي نقول علينا انه المدارس الخاصه حاجه ثانيه خالص. المدارس هي حاجه انترميديا بين المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه. قدرت ترتقي بالمدارس الحكوميه للتجريبيه وتبتدي يعني ها تتوازى مع المدارس الخاصه. فده كان شيء من التطوير والتقدم. اول حاجه الفكره كلها في ايه؟ انك انت حضرتك الفصل مثلا تلاقي فوق 70 تلميذ في الفصل الواحد. طيب ازاي يعني المدرس هيقدر يعني يدرس 70 تلميذ في وقت واحد؟ واخد بالك؟ ودي في حد ذاتها مشكله. ما بقول لك المشكله هنا في جوده التعليم. انت ممكن يكون عندك تعليم وعندك مدارس وعندك جامعات لكن المشكله في الطالب اللي بيطلع والتلميذ اللي بيطلع للاسف يعني مش عايز اقول لك ان هو ما بيش ملم بالقراءه والكتاب. يعني تلاقيه بيكتب اسمه بالعافيه.
ده اللي هو خريج، مش خريج ابتدائي، ده اللي احنا بنتكلم على خريج بعض الدبلومات الفنية انه ما بيعرفش يكتب اسمه بالعافية. ما دي بقى بقول لك، يعني هو وصل الى وحاجتها انه يبقى مشكلة. دبلوم صنايع او دبلوم تجارة، ما اعرفش درسه ازاي وخد الشهادة ازاي، وهو في اللغة العربية بيكتب بفلكلور ما حدش يسمع عنه قبل كده يعني. انا بقول لا، ده بيخش الجامعة ويطلع بنفس المستوى. كمان جامعة انا بقول لك المستوى يعني، يعني هو الفيروس دخل للجامعة كمان. طبعا ما بنشوف في الجامعات التصحيح اخطاء املائية فظيعة جدا. ما دي انت مشكلة. بتتكلم يعني حاجة مشكلة كبيرة. جاي واحد خرج مثلا محامي وخلاص، وهو هل لازم أجور دلوقتي الموظفين والمدرسين ممكن تبقى عائق قدام التطوير؟ يعني مش عارف، أنا حاسس إن برضو يعني لما عايز أعمل جودة في المدرس لازم يبقى في مكافأة مالية قصاده، اللي هو الأجر يعني، يبقى الأجر بتاعه محسن، الأجر بتاعه هدف واستراتيجية للشخص إنه يوصل له علشان يعيش مرتاح. شايف إن دي من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن تبقى عائق قدام تطوير التعليم؟ لا، مش مسألة فلوس، انه المدرس بيلجأ لدروس خصوصية لا، من وبتدرس غير الدروس بمشاريع الخصوصية، ما مختلفة، أنا لما أمنع الدروس الخصوصية هو مش هيبقى له غير التدريس العادي. مش هتعرف تمنعها. لا ينفع لا لا، مش تتمنع هينفع. باللي بيعمله الوزير ده، هينفع لا يعني برضه تقسيم الثانوية العامة على 3 سنين ويختار 8 امتحانات يختاروا منها 4، أعتقد إنه هينفع يعني. معلش، بس برضه ما هو ما بيفهمش في المدرسة، فالطالب ما بيفهمش في المدرسة بيبقى عاوز دروس خصوصية علشان يقدر يفهم. ممكن تبقى في يعني ما مجاميع فيش تقوية في المدرسة اللي برضه لمحاربة الدروس الخصوصية، بس هتبقى برضه لأن مش هيبقى في امتحان لا عام يا لا دكتور، مش هيبقى في امتحان على لا، مستوى ما انت الجمهورية، برضه هيبقى انت التقييم بتتكلم من مدرسة لمدرسة. يعني احنا هودي ابني دروس تقوية في المدرسة نفسها، ولا هجيب له مدرس خاص وهلجأ للتدريس الخاص؟ ما هو فالمدرس لو بيعمل ايه؟ الامتحان على مستوى الجمهورية والشهادة برضه بتعمل لها بروباجندا، هنجيب بقى دروس خصوصية والكلام ده كله، طبعا هنمشي على نفس المنوال. لكن لا لما انا يبقى على قصدي مستوى المدرسة بس انا بقيم الطالب وهو ده التقييم اللي بتاخد بيه الجامعة في التقديم عنها، فهيبقى دروس خصوصي ايه بقى؟ اسمع كلام المدرسة، فالمدرسة تقول هنعمل مجموعات تقوية يبقى يعمل مجموعات تقوية وهكذا. لا، الموضوع مش مدرسة تعمل موضوعات تقوية، محدش هينزل. مش موضوع مش سهل انا عارف، بس هو اللي محطوط دلوقتي بهدف واستراتيجية من الوزارة انه هيلغوا حاجة اسمها امتحانات الثانوية العامة دي مع الايام يعني، وهو ده البعبع الرئيسي احنا للتعليم في مصر يعني. بص، احنا المشكلة عندنا لازم نفهم ان احنا مسألة مش بعلم كام مليون واحد، انا يفهم بعلمه ازاي وانا لازم اعلم ويقدر كل الناس فعلا. يا دكتور، ما ده حق في الدستور، لكن انا اوصل للتعليم الجامعي كام دي بقى هي اللي مش مهمة، انا مع حضرتك عشان بس افهم هي الناس. المسألة في التعليم الجامعي، ما طالع من التعليم الجامعي مش عارف يقرا ولا يكتب، وطالع من المدرسة الابتدائي مش عارف، المثل البلدي يقول لك الألف من كوز الذرة. ده شوف، ده المثل البلدي ده، ده فعلا متحقق. المشكلة ده متحقق، ده درست حاجة في المدارس، ودي نقطة مهمة جدا. تعالى شوف التعليم في المدارس الخاصة شكلها ايه، والتعليم في المدارس العامة، ده خريج المدارس بس الخاصة في وخريج مدارس المدارس خاصة، مش العامة. بمعنى حضرتك تقصد المدارس الخاصة الأجنبية. أيوة، اللي هي ما في بتعلم مدارس خاصة منهج إخوانية أجنبي. وفي مدارس خاصة سلفية متنيلة ب 60 نيلة. ما هو يعني في لا، مدارس احنا اسمها مدارس خاصة بنتكلم، برضو. عن المدارس الخاصة اللي هي ذات منهج المدارس اللي تعليمي هي الأجنبية عالمي اللي احنا يعني عالمي. كبرنا على إنها أسماء موجودة زي نورد جي والحاجات دي يعني، مش عايز اقول اسماء يعني عشان بس، والباتش سكول والقلب المقدس وسانت كاترين الحاجات دي كلها انا مصر عارف. يعني، يعني في مختلف، والكاتليك والمدارس لكن دول الكاتليك عندهم عموما منهج. على مستوى المحافظات، فدي موجوده، ما زالت موجوده حتى هذه اللحظه، وجوده تعليميه عاليه يعني، طبعا طبعا، وفلوس عاليه في نفس الوقت يعني. ما هو تعالى شوف بقى الطالب اللي داخل من مدارس خاصة والطالب اللي داخل من مدارس حكومية، وشوف حضرتك بقى ايه مستوى الطالب ده ومستوى الطالب ده. تمام.
وانت تعرف بقى مشكله التعليم في مصر شكلها ايه. تمام، يعني هو جوده التعليم ما يهمنيش ان انا اوصلها ل 100% من التعليم، لكن اقدر اوصلها. ده اللي عاملاه الحكومه دلوقتي، ان في مدارس يابانيه وانجليزيه والمانيه ومدارس خاصه، ودي بتنتج نوع من التعليم جيد جدا، لكن مش لكل الناس. انا بحلم انها تبقى لكل الناس بواسطه المدارس التجريبيه. يمكن حلم ده هيطول شويه، لكن انا تمنياتي ده. يعني احنا نتمنى، لانه احنا ان البلد دي مش هتنهض الا بالتعليم. تمام تمام، مفيش بلد وصلت من غير التعليم تتقدم الا بالبحث العلمي والتعليم. طبعا طبعا. وبعدين دلوقتي بقى يعني دخل البلد، يعني تعالى شوف بلاد قايمه على دخلها من السوفت وير بس بتاع الكمبيوتر. اخد بالك، شوف بقى العيال دي. اعتقد ان في دلوقتي القياده السياسيه بتعمل حاجه اسمها عقل مصر الالكتروني، وده بادئين ب 50 ل 70 الف مصري متدربين على اعلى مستوى من لغه الكمبيوتر، وهتبقى يعني ده المعلوماتيه بتاعت مصر يعني. ودي اعتقد القياده السياسيه اتجهت ليها، للاتجاه اللي ما كانت مصر كلها في المستندات وغيره، و يعني دي هتبقى برضو طفره في الاداره في مصر. بتبعد البلاد، لازم تبعد عن الدخل التقليدي. تمام. هو من الدخول التقليديه اللي هي خاصه بالمواد الخام ومواد البتروليه وكده. تمام يعني تمام. لازم لا، ما حدش بيبعد، بيكونوا دلوقتي بيبعد عن المصادر دي، لانها ما دي بتصطدم بتعليم اللغه يا دكتور. لان انا لو عايز مثلا اعمل شركات كوميونيكيشن في مصر، يعني لغايه دلوقتي بيتصلوا من بيا من مصر في امريكا هنا عشان يعرضوا عليا كروت باللغه العربيه في الاتصالات. طب ما تتصل بالامريكان، انت بتتصل بمية ليه؟ ما تخليك انترناشونال كوميونيكيشن يعني، حاجه كده يعني مش ضروري يعني يبقى اللغه العربيه متاصله فيك، انت عايز تتصل بالعرب في كل مكان. لا، عايزين يعني ننفتح زي الهنود. وانا اديت مثل الهند، واخده اغلب كل وسائل الاتصالات الامريكيه كخدمات كسيرفيس. لما اجي اتصل بخدمه الكريدت او البنك المعين، بيرد عليا من الهند، شركة من الهند بترد عليا باللغة الإنجليزية وبيتفاهم معايا وبيحل لي مشكلتي وتمام التمام، وهو مش موجود على الأراضي الأمريكية أساسا. أيوه، ما أنا بقول لحضرتك الموضوع ماشي إزاي. أنت دلوقتي التكنولوجيا دلوقتي هو ده التقدم، الدول دلوقتي وازدهارها كله بالتعليم والعلم والبحث العلمي، يعني تعليم وبحث علمي. اللي بقى حضرتك فاهم كمان. تمام ما بين التعليم والبحث العلمي. لا، احنا عايزين ثورة برضو في المناهج التعليمية كمان. ودي ما هو ده برضو بقول لك، جودة التعليم، المناهج التعليمية دلوقتي ما بتطلعش تلميذ قادر على الابتكار، ما عندوش القدرة على الابتكار. ده هو التلميذ ده في حاجة من اللي بيعملوها في حضانة دلوقتي وابتدائي عند حصة الدين. العنصرية اللي بتبقى موجودة في المدارس الحكومية المصرية، ما اعرفش دي في المدارس الخاصة بيعملوا فيها ايه، لكن دي في المدارس الحكومية ان المسيحي يطلع بره والمسلم يستمر عشان ياخد حصة الدين. دي عنصرية شديدة شديدة العنصرية، دي مدارس شديدة العنصرية مش موجودة غير في مصر. انا الحقيقة انا ما شفتش مدارس بره مصر بتعمل ده. يعني ايه علاقة المدرسة دارس دين ليه؟ هو دلوقتي انا عاوز افهم نقطه، انا لو عندي طالب ولا منتمي الى دين المسيحي ولا منتمي الى دين الاسلامي، ده هدرس له ايه دي؟ ولا حاجه يعني، ولا حاجه يعني. طب يجي في حصه الدين هو يطلع بره؟ ده مش هيطلع بره بحكم اسمه، زي ما قالها بعض الناس اسمه فلان يقول له انا بهائي، يقول له لا يا عم انت اصلك مسلم، انا اسمي قريب من المسيحيين، انت مش بهائي، انت اصلك مسيحي. وقسمهم وحل المشكلة البهائية في مصر بكلمتين في الإعلام. لا، أنا عاوز أفهمك نقطة، خلينا مش بهائي بس هو لا دين له. أنا لا أقصد يعني ده أقرب مثل اللي هو بيتكلموا بيه يعني. طبعا لا دين له، دلوقتي عددهم كانوا من خمس سنين العظيمة أمنة نصير قالت 4 مليون، دلوقتي أكيد بقوا 8 يعني. الناس اللي هي لا دين لها دلوقتي ده تسقط في التعليم؟
عشان عنده ماده دين مسيحي دين اسلامي. تسقط طبعا. بحكم بحكم التعليم في مصر تسقط. مسيحي ولا دين اسلامي. لازم يتعلم الدين. يعني حسب اسمه يتعلم الدين الاسلامي او ما اعرفش الثانيه تيجي ازاي يعني. ايه علاقته بالتعليم ده؟ طب احنا نعملها برضه يا دكتور. كان في اقتراح زمان، بعض علماء الازهر المستنيرين زمان ايام ما كانوا على وداد مع قداسه البابا شنوده، وقالوا نحط حاجه اسمها اخلاقيات قوميات، حاجات مشتركه ما بين الاسلام والمسيحيه في القيم العامه، ودي مش هتختلف كتير. تمام. يعني حضرتك من النخبه، ويقولوا كل شويه يقولوا النخبه النخبه النخبه، مش عارف هل النخبه هتعمل ايه ولا ايه. طب ما يعني الاقتراح ده واصل لكل الدنيا، واصل لكل الناس، واصل للاعلام، واصل للقياده السياسيه، واصل لوزاره التربيه والتعليم، ما بيتنفذش ليه؟ يعني ولا هم متمزجين قوي من المسيح يطلع بره؟ لا هم دي بقى مشكله دي، يعني ده مزاج مثلا يعني ولا ايه ده؟ لا دي معاناه لنا سنين فيها ومفيش فايده، يعني بنصرخ ومفيش فايده. وبعدين هو يقول لك ايه مثلا مدرسه كامله متكامله فيها خمس طلبه، اجيب له مدرس مخصوص يدرس له دين عشان يدرس لخمس تلاميذ مثلا، فيقول لك لا خلاص يفضل. مين قال انهم خمسه؟ احنا التعداد تقريبا الربع يا دكتور. يعني هو احنا لولا المدارس الخاصه واغلبنا في المدارس الخاصه يعني كان زماننا بنحتل من 15 ل 20% من الفصول هيبقوا مسيحيين. انا بتكلم عن المدارس الحكوميه. ايوه ما هو المدارس الخاصه اغلبها احنا بندخل مدارس خاصه، ما هي دي المشكله. لكن في المدارس الحكوميه بيبقى الخمسه سته، لا في اعداد كبيره كمان يعني بعض المحافظات. لا في الفصل الواحد، لا مش هتلاقي كتير يعني. هي بلاد بس انا دلوقتي يعني المدارس الحكومية غير قادرة على إخراج التلاميذ أو الطلبة قادرين على المواكبة لهذا التطور العلمي الكبير. إحنا لغاية دلوقتي يا دوبك لسه بنعلمهم الكمبيوتر، وجبنا لهم آيباد، والآيباد ده عشان يقدر يستخدمه مش عارف يستخدمه، واقفين عليه ما بيشتغلوش عليه. ودي بقت مشكلة. فانت حضرتك يعني لغاية النهاردة لغاية دلوقتي عندي مشكلة في التعليم، وعندي مشكلة في ميزانية التعليم. يعني احنا بنقول الدستور نص على ميزانية التعليم كذا مليار، لغاية النهاردة مش قادرين ننفذه. ويعني ودي في حد ذاتها مشكلة، مش قادرين ننفذها لان الميزانية طالعة اساسا من مجلس الشعب اقل من المطلوب مثلا ب 70%، فده في حد ذاته برضه بقت مشكله. فبعدين عاوز جوده التعليم اساسا، مخصصات التعليم، ميزانيه التعليم اساسا ضعيفه. هصرف على التعليم ازاي بقى؟ يبقى احنا بنحلم كده. انت النهارده كده بتحلم، وبالتالي مش قادر انك انت تطور منه لانك انت ميزانيتك ضعيفه. أنا النهاردة عندي ميزانية هأهل المدرس، والمدرس ده والمدرس ده في حد ذاته اللي أنا شايفه يعني لازم أتصرف عليه. طب أنا مش قادر أصرف على المدرس، تمام، قادر أصرف على المنهج التعليمي الجديد، مش قادر أصرف على التلميذ نفسه، مش قادر أصرف عليه. طيب مش قادر أصرف على المدرسة وتجهيزها، مش قادر اعمل مدارس دلوقتي الفصل فيه 70 واحد وفوق 70 واحد وصباح ومسائي. انت بتتكلم في ايه؟ انت محتاج عدد مدارس برضه. ازاي التلميذ ده هيستوعب الدرس ده وهو في 70 واحد معاه في نفس الفصل الدراسي؟ ده السنه دي يعني. السنه الجايه لما نزيد 2 مليون كمان معرفش هيبقى في الفصول قد ايه، يعني صعبه برضه. يعني انا بقول لحضرتك يعني مشكله في حد يعني 2.6 مليون نسمة بنزيدهم كل سنة. الرقم ده يعني في خاطرك ايه يا دكتور؟ يعني قول لنا ايه اللي ممكن مصر تواجهه ازاي يعني؟ لا يعني ده لازم يعني ايه، دي اساس كل مشكلة مصر. هو التعداد السكاني
السكاني او التزايد السكاني دي بزياده غير طبيعيه غير طبيعيه، ويعني المصريين في مصر يعني مرعوبين من الزياده السكانيه، لان اي تطوير واي تحسن في الاقتصاد الزياده السكانيه بتلتهم كل ده. فانت اكنك دلوقتي لا انت اكنك دلوقتي زي يعني بتحفر في الرمل، تمام، تحفر في البحر، زي تحفر في البحر بالظبط. فانت كل حاجه هتعملها تلتهمها الزياده السكانيه اكيد. فالقيادة السياسية علمت ده، بس أنا عايز أعرف إن الحكومة ما بتواجهوش ليه؟ يعني القيادة السياسية متمثلة طبعا في رئيس الدولة بتعلن عن ده، عن الزيادة السكانية والانفجار السكاني، لكن الحكومة مش حاطة استراتيجية أو مواجهة لده، ما بتواجهش ده، ما فيش حاجة. لا لازم، بص ده احنا من البلاد اللي هي محتاجين وقفة في قضية التعداد السكاني، دي نقطة مهمة جدا للأسف لسه ما ابتديناش فيها، ولازم يكون في برضو مشكلة كبيرة يعني احنا بنواجه، لازم الشعب كله يستوعب هذا الموضوع. وانت انا بمثلك مثل بسيط جدا، انه لو اب عنده 10 عيال زي اب عنده ولدين لا طبعا طفلين، يعني شوف الولدين والطفلين دول هيطلعوا ازاي، ودول هيطلعوا ال10 هيطلعوا ازاي، واخد بالك؟ فهي دي الفكره. وانت امكانياتك لا تتجاوز الاثنين طفلين او ثلاثه، يعني امكانياتك اثنين وثلاثه، فاجيب 10. 10 ده سواء الامور الماليه او الماديه ضعيفه مش هقدر اصرف عليهم، ثلاثه ايضا في الرقابه، امكانياتي في الرقابه والاشراف على عيالي وتربيتهم تضعف. هو كمان في حاجه تاني، الزواج في سن مبكر قوي 16 و17 و18 سنه، دي برضو حاجه صعبه قوي برضو يا دكتور. دي الثقافة بقى، دي بتبقى في الأرياف ما بتبقاش في المدن والتحضر، بتلاقيها مرتبطة بالمجتمعات الريفية، ويلجأوا إلى تسنين البنت أزيد من سنها عشان يتجوزوها. فالموضوع لازم يتقلب من التعليم الأساسي إلزامي وعقاب شديد رادع. طيب يعني في مشكلتين دلوقتي في تطوير التعليم، الزيادة السكانية والاستراتيجيه بتاعت الوزاره في مواجهتها، وايضا الـ 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 الحاجات اللي هي بتفصل بين الشعوب بين الشعب نفسه وبتحاول تفرقهم. يعني حضرتك اديت مثلا ان هو من الملحدين، يعني اهله من الملحدين ودول عددهم دلوقتي لا باس بيهم يعني، ومن المسيحيين، والعام في المدارس الحكوميه هو حصه الدين الاسلامي يعني. فدي برضو مشكله بتواجه ازاي انتمي الى هذه البلد واكون اكثر انتماء في ظل هذه التفرقة الدينية العنصرية، دي برضو لازم تتوضع في الحسبان ويدع لها حل. اجر المدرس، اجر المدرس ده مشكلة، لان هو هيعمل دايما هيخلي المجتمع محتاج للدرس الخصوصي. ما انا كمدرس ومش لاقي اكل، هعمل ايه؟ اشتغل بدرس خصوصي ولا اروح اسرق؟ هشتغل درس خصوصي. فهي دايما هعمل استراتيجيه وهدف شخصي ان انا هخلق الدرس الخصوصي، فمش هادي الواجب اللي عليا، مش هيعمل كده غير لما اكون مؤهل من الجامعه، حاجه كده كبيره وحاجه كده بدخل عالي، علشان ابقى مدرس بيعطي وينشئ مجتمعات متقدمه وقادره على التنوع في افاق العالم كله، يعني خصوصا ان احنا دلوقتي بالموبايل الصغير ممكن يخش في اي حته في العالم ويقول رايه. والاراء المصريه يعني ما اكثرها من الاراء المتخلفه على الانترنت حتى هذه اللحظه، يعني في طبعا بعض السوشيال ميديا كتير قوي من السوشيال ميديا، ويمكن حضرتك بيجي لك يعني يجي لك صداع من هذه الاراء التافهه يعني. دكتور انا يعني كمسؤول او يعني ليك في القياده السياسيه وليك كمان كاستاذ جامعي، الحل احنا بداناه فعلا باعلان الاعداد ومواجهه الاعداد بالقياده السياسيه، بوزير حكيم زي الاستاذ الدكتور طارق شوقي بانه هيبتدي يلغي في البيروقراطيه، وابتدى يجيب التابلت وابتدى يحطنا على الخطوه التعليم الالكتروني، ودي حاجه كويسه، وهيكسر قيود الثانويه العامه بحيث ان احنا نبتدي نختار بقاعده احسن واسرع وربنا يوفقه.
في بعض الحاجات اتعملت، لكن التكملة في مدارس إخوانية، في مدارس سلفية، في معاهد أزهرية مش مؤمنة بكل ده، في حصة الدين بتفرق، في حاجات كتيرة قوي ما تعملتش حسابها. فيعني إجمالا الحل إيه علشان نطور التعليم؟ هل هنطوره كشكل، كمبنى، كاسم ياباني وإنجليزي وأمريكاني ونسيب السوس ينخر في كل جذور المجتمع، ولا الحل إيه؟ بوجهة سياسية كمواطن مصري محنك فاهم للقانون، قول لنا الخلاصة إيه؟ اتفضل يا دكتور. تاني معلش خالص، معلش آخر جملتين. يعني حضرتك آخر حاجة بقولها إن يعني الخلاصة يعني الدخول بقلب أسد جريء على تطوير وإصلاح التعليم في خلال دقيقتين، الرأي الصواب إيه؟ أعمله إزاي؟ يعني هل اللي حصل ده كافي ولا هو غير كافي؟ ولا إحنا نستمر؟ إحنا بنستعجل الأمور؟ إحنا بنستعجلش الأمور؟ هل محتاجين قوانين؟ هل محتاجين إرشادات؟ هل محتاجين دعم؟ هل محتاجين نزود من دخل المسؤول عن التعليم شوية أو المسؤولين عن التعليم شوية؟ محتاجين إن إحنا نعمل بعثات علشان نوري المدرسين في مصر التعليم شغال إزاي في بره؟ يعني كل ده في خاطري. يعني أنا عايز منظومة التعليم تنهض وتبقى زيها زي أي دولة متقدمة في العالم كإجراء، أعمل إيه؟ اتفضل يا فندم. أنا بقول لحضرتك لازم تقلل أعداد اللي داخلة التعليم دي واحد، وتقللها من بعد الإعدادية زي ما أنت بتقول، وتقللها بإن مراحل ما بعد الإعدادي ده أولا لازم تكون مرحلة إلزامية، وفي نفس الوقت ما بعد الإعدادي مش إلزامية. لكن اقدر اقول انها المرحلة دي هتبقى اختيارية، واللي عاوز يجي هيدفع، هيدفع اللي عاوز يبتدي يدرس ثانوية عامة ويخش جامعة هيدفع، كل دول العالم كده، وما بدعمش في المراحل دي، بدعم في مرحلة التعليم الاساسي بس، وده جزء مهم جدا، ادعم مرحلة التعليم الاساسي واعملها صح واسيب الباقي مفتوح عرض وطلب. ولازم بالضبط عرض وطلب، عاوز تخش وتدرس لكن اساسي الدولة مسؤولة عنه. تمام. الدولة مسؤولة عنه واساسي، واي تسريب لازم له قانون، لانه كاساسي لازم يتعلم قراية وكتابة والتعامل بلغة قانون الشارع. يا تمام. المرحلة الثانية بقى، وانا قصدي القانون على التسريب، يعاقب الاب والام على تسريب الطفل من التعليم، وده في حد ذاته برضه مهم جدا علشان ما نلاقيش اجيال في الاخر تجهل القراءه والكتابه. تمام. فانما اتنين بقى، انما تلاته هصرف على المدرس. المدرس ده لازم يطلع ويتاهل ويدرس ونشوفه بشكل تاني، ومناهج الجديده دي اللي هي العالميه دي كلها مناهج لابد ان المدرس يكون ملم بيها. تمام 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 يا دكتور. احنا دايما رابعا المنهج المنهج نفسه ده عايز نفس يعني لا ده مش عامل نفس، لا ده منهج، ده غلال، ده اساس التطوير كله. تمام. يعني المناهج دي كلها لابد نشوف خبرات العالم المتقدم، كل الدول عملوا ايه، عملت ايه والنماذج. وتعالى شوف حضرتك دلوقتي التعليم نفسه هناك، المناهج التعليمية شكلها ايه؟ تمام. وازاي الطفل بيقدر يبتكر، والطفل مش عاوز اقول لك يعني امكانياته الذهنية والنفسية بتبقى شكلها ايه؟ تمام تمام. يعني حاجة فعلا المنهج ده، المناهج دي لو اتطبقت في مصر وبدأوا فعلا هتلاقي هنلاقي طفرة في العقول المصرية، وتحدي وتحدي للعالم بان احنا داخلين المرحلة الجاية. اعتقد ان احنا قربنا من ان احنا نحط الروشتة، يعني التشخيص صح علشان تبقى روشتة العلاج سليم. بنشكرك شكرا جزيلا، احنا طولنا عليك لكن احنا بنتعلم منك يا دكتور، وطبعا باعتبارك استاذ جامعي يعني التعليم ده شغلك الشاغل ويعني باع طويل جدا فيه،
وطبعا حضرتك ربنا كنت يخليك. طالب وبعدين بقيت استاذ، فالعمليه يعني هو ليس بالتمني ولكن هو فعلا بالاجراءات وبالعلم ممكن ان احنا ننهض بالتعليم. شكرا جزيلا استاذ دكتور ايهاب رمزي. شكرا يا فندم. يعني اخر حاجه نقولها ان تطوير التعليم ليس بالتمني، فعلا مش بالتمني. استاذ دكتور طارق شوقي ما فيش تمني، دخل موقعه وابتدى، وربنا يكمل يعني ان شاء الله يكمل كل القياده السياسيه ساندن ده في التابلت، لان في حاجات تانية، في حاجات تانية في المناهج، في حاجات تانية في تطوير المدرس، في حاجات تانية في الاعداد، مواجهه الاعداد، في حاجات تانية بتاثر على التعليم وهي مش من التعليم وهو مش مسؤول عنها، الاعداد اللي جايه كل سنه. انا كوزير تربيه وتعليم 2.5 مليون كل سنه اعمل فيهم ايه؟ اعمل لهم ايه دول؟ اجيب لهم موارد منين؟ اجيب لهم مدرسين منين؟ مدارس منين؟ مقاعد منين؟ ارقام تخض. على المجتمع كله انه يتحرك ويساعد وزاره التربيه والتعليم علشان تاخد. الدكتور ايهاب قال لك التعليم الاساسي هو الالزامي لغايه 6 ابتدائي، بعد كده يبقى كله بفلوس. مش عارف هل ده ممكن؟ اعتقد ان هو يبقى صعب. يعني هو لغايه دلوقتي هو لغايه ثانوي بفلوس مجانا تبع الحكومه، لكن بعض المدارس بتبقى يعني نخليها 50% و50% مثلا، ما اعرفش، اقتراح نخليها 75% مجاني و25% يعني ايا كان اللي يمشي، اللي يمشي العجله ايه. ويعني المجتمع نفسه اللي هو اللي هو قادر، لان التعليم ده برضه فيه دعم وفيه اساسيات، اللي هو قادر ما يخش مدارس حكوميه، هو ما بيخشش اساسا، بس يبقى بقانون علشان يسيب الناحيه التانيه. والقادر ده يعني من 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 من, من كام الف في الشهر، يعني دخله قد ايه، او هو معاه ايه، يعني دي تتحدد ازاي، امكانياتها هتتحدد ازاي، هتتحدد باقل دخل وباعلى دخل، ولا تتحدد ازاي برضه محدش عارف. لكن لازم يتحط لها حدود وحلول وقوانين، بحيث ان المجتمع لازم يطلع لقدام. يعني ممكن لو الثانوي عبء على الدولة ومش حدش قادر، خلاص نخلي التعليم الاعدادي والفني مجاني البدايات، واللي عايز يكمل بعد كده يكمل احسن مثلا. يعني ما اعرفش اقتراحات، لان هو يعني هتحرك ازاي ب 30 مليون بعد سنتين؟ 30 مليون عايزين يتعلموا من حضانه لغايه ثانوي، كتله خرسانيه بيتحرك بيها اي وزير واي مسؤول تعليمي في مصر مش عارف هيروح فين. وطبعا المدرس هو بيدي دروس خصوصيه ليه؟ لانه طبعا اجره قليل، وانه مش ممكن هيبقى شغال 80 شغلانه وهو مدرس، هيبقى مدرس واسهل حاجه ليه الدروس الخصوصيه، فهو كل الدنيا بتهيأ ان يبقى في درس خصوصي. هل معنى ان هو ده في بعض المدارس ما بيروحوش من اساسه وبيدوا للطلبه انذارات بالحضور، وخصوصا اللي هم خارج القاهره والاسكندريه؟ يعني ما هماش كتير قوي في القاهره والاسكندريه بيعملوا كده، لكن في كتير بيعملوا كده. يعني بنفاجئ كمان ان هو في التعليم العادي جدا انه بيروح السنتر، زي ما حصل في المنصوره قفلوا سناتر، بيروح السنتر في المنصوره ما بيروحش المدرسه عشان ما يضيعش وقت. يروح المدرسه المدرس ما بيشرحش، بتاع السنتر بيشرح. فاتقلبت المدارس من المدارس للسناتر حتى هذه اللحظه موجوده. ما هو احنا مستعجلين؟ لا احنا احنا مش مستعجلين، احنا لازم نستعجل. معانا مدام ليلى. مساء الخير يا مدام ليلى. اهلا ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. لو سمحت رايي المشترك اصلا. انا الصوت مش سامع، ممكن تعيدي تاني؟ معلش. ربنا هو رئيس بلد علمانيه. رايي ان هو ان لا انا مش سامع يا مدام ليلى، لازم اسمع علشان اتجاوب معاك في، يعني لو يعني اقفي في مكان فيه سيجنال، لان هو كده بتتكلمي من لحالي. اتفضلي. طب انا هقفل واشوف ايه الحكايه. لا اتفضلي كده، سامعك يا فندم، اتفضلي. تمام. ايوه طيب تمام. يعني هو لغايه ثالث الدوله ممكن تتكفل بيه خدمات معينه، وبعد كده الاب اللي عاوز يخلف 100 يخلف 100. تمام. الو؟ تمام معاك يا فندم. والام اللي تبقى متجوزه قبل كده طبعا كل حاجه هتبقى لها قانون.
يعني مش يبقى البيت فيه 100 عيل والدولة لازم تصرف على ال 200 عيل دول. يخلوهم في جامعة هي موجودة، بس هم مسؤولين. ما قدرش يحكم على الأنصار إن الطلاق يصير بوثيقة مكتوبة عشان يأجل الطلاق ويحكم القصة شوية. والأزهر زي ما أنت عارف كل شوية بيطلع بفتاوي تدمر البلد وتدمر المصريين. هم دلوقتي بيعلنوا ان هم اللي بيحكموا، السيسي مش بيحكم، مفيش حكومه في مصر، الحكومه بقت الازهر، رئيس جمهوريه مصر بقى الازهر كله، هو رئيس الازهر، هو رئيس الدوله، والعلماء الدينيين هم الوزراء، والفكر اصبح لازم ياخدوا اذن من السيد الازهر. وبقت مسخرة وبقت مضحكة وبقت مهازل. يعني دلوقتي هو مش قادر يتحرك، يا يكون او لا يكون، يا اما يستطيع او لا يستطيع، يا اما يكون رئيس للمصريين او لا يكون. لازم ياخد قرارات من الناحية التانية. الازهر يجي يمين هيعمل قرارات إيجابية للمصريين تبقى في النص وتبقى منفذة. تمام مدام ليلى، شكرا. رأيك وصل، ويعني أنا أحاول إن أنا أختصر بقدر الإمكان للمشاهدين. مدام ليلى بتقول إن لازم يحدد الدعم في الدراسة حتى لو المرحلة الأساسية، لو واحد بيجيب 10 15 عيل لا هو 2 أو 3 على حسب القانون، يعني يطلع قانون يبقى 2 3 بس هم اللي اتعلموا تعليم مجاني والباقي بقى هو حر. لا ده هو لازم بأمر الدستور إنهم لازم يتعلموا كلهم، فهو المشكلة في إنه ينجب هؤلاء العشرة يبقى عليهم مخالفة مادية بحيث ان هو من الاول يفكر انه هيدفع ده ولا مش هيدفع. ما اعرفش ممكن انها تتم بقانون ولا لا، مع الراديكالية اللي موجود فيها مصر من الازهر وغيره. هو الازهر لا يحكم لكنه يتحكم في مصائر التعليم. يعني ايه؟ يعني هو ما بيتحكمش في الوزير، ما بيقدرش يديله اوامر، لكن في نفس الوقت يقدر يمنع لو الوزير عمل حاجة مثلا زي إلغاء حصة الدين. هتلاقي الأزهر اعترض وشال الوزير بقرارات سيادية زي ما موجود في الدستور. لكن هو يعني بنتمنى طبعا الدكتور أحمد الطيب موجود في فرنسا دلوقتي، رئيس مؤسسة الأزهر، شيخ الجامع الأزهر، وبيتعالج وبنتمنى له الشفاء العاجل ويرجع مصر سالم والشفاء بإيد ربنا، وبنتمنى له الشفاء من كل قلوبنا. لكن احنا على خلاف مع المؤسسة مش مع أسماء. المعاهد الأزهرية هي معاهد عنصرية لأنها لا يتعلم فيها المسيح والمسلم مع بعض. انت بتعلم فيها تجارة وطب وهندسة وحاجات كتير قوي علمية بجانب العلوم الدينية، فانت بتفرض العلوم الدينية علشان تمنع المسيحي من الدخول، فدي عنصرية ملهاش حل وش كده. يعني ما هوش معهد بيدرس شريعة وقانون، وده ممكن كمان على فكرة لو مسيح عايز يدرس الشريعة والقانون ما ينتمي وياخد ياخد لسانس في الشريعة والقانون، هو حر، هو ممكن يخش طالما جامعة. لا انت بتعد ائمة، يبقى بعد التخرج بتعد الائمة من 6 لـ7 شهور هما خريجين كذا، وتبتدي تختار من ديانته مسلمة لانه هيدرس مسلمين، مشكلة. لكن الشريعة والقانون، طب ما في مسيحيين محامين عايزين يدرسوا شريعة وقانون وتفتح لهم المجال انهم ياخدوا دبلوم من الازهر مثلا، يعني مثلا لو انت جامعة علمية، انما انت مش جامعة علمية، انت عنصرية، فهي دي النقطة. فانت محقة جدا في ان الازهر مش بيحكم لكنه بيتحكم في مصائر التعليم في مصر، ودي واضحة وباينة. القيادة السياسية راضية عندها؟ لا، القيادة السياسية بتقول اهل الدين مش حاسين ايه اللي بيحصل ومش حاسين بان انا ما بغيرش ثوابت. هو قالها كده السيسي، ما بقولكش صلي ركعتين ثلاثة ولا ده أربعة ولا ده خمسة، ما باخدش في أصول العبادة والتخصيات، أنا بتكلم على أمور الشارع. وضرب مثل كبير قوي، يعني زي مثلا تنظيم الأسرة. أنا لما أتلقى، أنا دولة إمكانياتها محدودة 2.6 مليون كل سنة، أعمل فيهم إيه؟ يعني أنا كرئيس دولة دول عبء علي، أنا أعمل إيه؟ مش عبء علي هو شخصيا، عبء على المؤسسات كلها بما فيهم الأزهر.
طب وفي الاخر يعمل ايه؟ الدوله تعمل ايه؟ ما هو لازم تنظيم الاسره ده يوصل، وعشان يوصل يبقى في قوانين كمان محدده ليه والمخالفين له قبل ما يوصل للتعليم، واحرمه من التعليم او احرمه من الصحه. ما ينفعش احرمه مش من الاول بالقانون، يبقى هو عارف ان هو اول ما يجيب يبقى هو مسؤول مسؤوليه كامله واقرارات يمضيها، وهو قادر ولا غير قادر وهكذا. ودي ممكن زي دوله زي تونس، ما يعني ما فيش تعدد زوجات في تونس، مستحيل. هو تونس دي مش دوله اغلبها مسلمين؟ ده 99% منها مسلمين، وعملوا عدم تعدد الزوجات، زوجه واحده، وعملوا البنت زي الولد في الميراث، وعملوا البنت تتجوز اللي هي عايزاه من اي انحاء الدنيا، الزواج المدني اللي انا قلت عليه. طب نقدر احنا نبقى زي تونس؟ هل تونس اتغيرت؟ يعني تونس بعد القرارات دي بقت تونس تانية؟ بقى في حاجة تانية؟ الزيتونة اتلغت؟ الزيتونة دي زي الأزهر في مصر على فكرة يعني. طيب وبعدين؟ مفيش حاجة حصلت يعني، لكن الثقافة نفسها اتفتحت على العالم كله. فهو هو دي النقطة، هل الأزهر قابل أن ينفتح على العالم ولا بالحوار الديني بس؟ لا، أنت عندك جامعة علمية ينفتح في العلوم، أنت في الأول عنصري، بتقبل عناصر وعناصر لا بناء على الدين، وبناء على تقييمه الديني أنا بديله منحة تعليمية، ودي عنصرية في حد ذاتها. أما موضوع أن الرئيس السيسي طبعا بيحكم وله كل الحقية في أنه يحكم وله كل الحقية في أنه يغير، لكن هو شايف أن الموضوع ده بهدوء شديد جدا، والتغيير فيه لازم يبقى ببطء شديد، وإلا هيحصل انقلاب في القيمة المجتمعية اللي دخلت ولو حتى بالغلط. وجهة نظر تحترم طبعا، لأنه هو اللي إيده في المية، قصدي إيده في النار، وإحنا يعني عايز أقول لو خد قرار ممكن أن مصر كلها تدفع ثمنه بالنسبة للموضوع ده، لأن ما مفهوش زي ما بيقولوا مفهوش هزار، لكن يقدر يخلي النخبة تاخد مساحة أكبر، يقدر يخلي الثقافة العامة تبقى منتشرة بحيث تقبل الآخر. والثمانية مليون اللي موجودين في مصر الملحدين دولة لازم تبقى لهم مساحة للتعبير عن رأيهم، والبهائيين والمسيحيين وغيره. ويبقى لنا مثلا زي ما سيادة المستشار أحمد عبد الماهر قال لك، ما ترفعوا قضية في مجلس الدولة إن إحنا يبقى لنا ساعة أو ساعتين نشرح فيهم الدين المسيحي على كل قنوات التلفزيون الرسمية. من حقنا، مش من حقنا، من حقنا. ولا هو بس على القنوات المسيحية بس؟ لا، ما ينفعش، لازم في قنوات الدولة كمان يبقى في التواجد المصري المسيحي، التواجد المصري البهائي، التواجد المصري اللاديني. ده تلفزيون الدولة، ده بتاعهم كلهم، ده كلهم بيدفعوا ضرائب، تلفزيون الدولة من دافع الضرائب، يكون حاجة خاصة ومعمولة برايفت لحاجة معينة. خلاص، جامعة الأزهر ليست جامعة خاصة ولو إن اتعمل فيها حاجات بفلوس، وطبعا هيحتكرها برضه المسلمين. يعني هو لو جامعة الأزهر في الطب مثلا فتحت وقالت إن أنا هاخد بعض الطلبة بفلوس، هل المسيحي يحق له ياخد يخش طب الأزهر مثلا يعني، أو البهائي أو اللاديني؟ سؤال الإجابة عليه صعبة، لأنه هيبقى لأ. فجامعة تمتنع حتى لو هو كواليفاي علميا إنه يخش، لأ لأ، يعني مفتوحة بس للمسلمين. فكلمة مفتوحة للمسلمين دي عنصرية شديدة شديدة جدا، إن هم بيقولوها مش دريانين. مش عارف أنا يعني، هو عشان كده قالها الرئيس السيسي، قال كده، قال أهل الدين مش حاسين إن في مشكلة. المشكلة اللي بيمارس السياسة وشايف الموضوع من الخارج، شايفه قميء، شايفه عنصري، شايفه لا دولي، شايفه لا قبول للآخر، شايفه كده. وعشان كده بنتكلم، وعشان كده ابتدى يفتح المجال للناس اللي هم زي ما بيسموهم أولي العزم، يعني في الآراء الثقافية، اللي هم في زي إبراهيم عيسى وغيره، وابتدوا ياخدوا مساحات. وطبعا اسلام بحيري وجابر عصفور، كل دول ما يعني ما الاحتفاظ بالالقاب كلها، كلهم اساتذه وكلهم على عيننا وراسنا من فوق، وابتدت تتفتح لهم مجالات في الكلام في الاعلام. وده ارجو ان يبقى فيه اكتر من الاعلام بس، ان تبقى فيه قرارات زي كتاب لدارس القيم
المشتركه بين المسيحيين والمسلمين ويبقى مفروض على حتى المدارس الاجنبيه، ماشي انا ما عنديش مشكله في ده، ويبقى بيخش المسيحي بيمتحن والمسلم بيمتحن والبهائي بيمتحن واللاديني بيمتحن، لانها قيم واخلاقيات تستمدها من القران ماشي، تستمدها من الانجيل ماشي، تستمدها من التوراه ماشي، تستمدها من الاداب العامه والقوانين العامه ماشي، بس تبقى لكل المصريين، ما تبقاش عنصري. أرجو أن يبقى من له أذن للسمع فليسمع، وربنا عليه توصيل المعلومة. احنا وصلنا كده لنهاية حلقتنا، ويمكن بالتعليم في ناس عايزة تطور التعليم في مصر، في ناس أملها ده، أملنا كلنا أن احنا نشوف التعليم في مصر زيه زي يا رب أمريكا، يا رب كندا، يا رب زي الدول المتقدمة دي. احنا عقول جبارة، عقول مصرية جبارة، ولما بتطلع بره بتنافس. عايز اقول ان في مجتمعات في الجامعات الامريكيه اللي هي زي بيسموها ايجيبشن كوبتي كلاب، حاجه كده جميله يعني، حاجه كده حلوه في كل اغلب جامعات امريكا. فيعني احنا عاملين مش عاملين، احنا المصريين في كل مكان متواجدين، وبنحب مصر وبنحب ان نبقى صوره مصر حضاريه صحيحه جميلة متخطية كل الأزمات، متخطية كل الصعاب، متخطية كل الشوك. مش عارف يعني، أمانينا أن مصر تبقى أحسن وأفضل من كده. أعتقد أن ليس بالتمني ولكنه بالعمل وبالخبرة وبالبحث العلمي، وعقل مصر يشتغل اللي عمله الرئيس السيسي، والمعلومات تشتغل، ويبقى كل حاجة مبنية على المعلومات زيها زي المخابرات. عندك معلومة صحيحة ببني عليها، عندي معلومة خاطئة أكيد هوصل لهدف خاطئ. نرجو أن احنا نكون أفدناكم، ويا رب التعليم يتطور في مصر بفضل رجال يحبون مصر وينهضوا بتعليمه وينهضوا بكل المجالات في مصر، ويحاربوا الانفجار السكاني اللي ليس له أي معنى إلا أن احنا بننتحر. نرجو أن نلقاكم على خير في الحلقة القادمة، ولكم من قناة السيسات أجمل أمنيات بالسعادة.